مشاهدينا الكرام، مساء الخير. بين الميدان اللبناني والجبهة الجنوبية وبين الجهود الدبلوماسية في العواصم الإقليمية والدولية، إلى أين ستصل ملفات الحرب المتنقلة؟ من اقتراح الهدنة المصري إلى مفاوضات الدوحة الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى زيارة هوكستين إلى تل أبيب كإشارة أمريكية إيجابية غير مضمونة النتائج، وصولاً إلى انتظار قدومه غير المؤكد إلى بيروت، كلها مواعيد وانتظارات على أساسها تحسم النتائج والتوقعات في الأيام القليلة المقبلة. حلقة جديدة من وهلأ شو هذه الليلة، أستضيف فيها بداية وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الوزير علي حمية الذي كان متواجدا في مؤتمر باريس هذا الأسبوع. أيضا هناك الفقرة الثابتة أولا مع جان عزيز وحسين أيوب وجولة على كل الملفات والعناوين. أيضا في حلقة الليلة أستضيف عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو والصحفي محمد علوش، ويطل معنا أيضا مباشرة من طهران الباحث السياسي سعيد شاوردي، ومن ديترويت في الولايات المتحدة الصحافي علي منصور. كلها إذن عناوين ومواضيع مرتبطة بالوضع اللبناني، بالحرب الدائرة، بالملفات المحلية والإقليمية والدولية الشائكة في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية. مباشرة أنتقل إلى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الوزير علي حمية. معالي الوزير، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور لإلك وللمشاهدين الكرام. استاذ جورج، معالي الوزير، حضرتك كنت هذا الأسبوع في مؤتمر باريس ضمن الوفد الوزاري إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعم نشوف يعني كان في المساعدات مليار دولار كانت نتيجة هذا المؤتمر، كان في شق له علاقة أيضا بحديث أو جهود دبلوماسية وسياسية في المقابل. عم نشوف أنه في حركة دبلوماسية في زيارة لأموس هوكستين الموفد الأمريكي إلى تل أبيب، غدا عنده لقاء مع نتنياهو، هناك زيارة غير مؤكدة أو متوقعة أو ربما غير متوقعة إلى بيروت في انتظار لحلحلة ما أو ربما إلى نتائج غير مضمونة. حضرتك بتقول بالأمس بتصريح لألك إنه الرؤيتان الفرنسية والأمريكية أصبحتا متطابقتين، يعني وكأنه هيدا أنت اللي استخلصته من مؤتمر باريس على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وإذا الرؤيتين متطابقتين كيف ينعكس الأمر على أرض الميدان برأيك؟ أو شيء أستاذ جورج، لحتى نوصل لرؤيتين متطابقتين خلينا ولو أقل من دقيقتين نعمل سرد للواقع من تاريخ استشهاد سماحة الأمين العام ب 27 أيلول. نحن من 27 أيلول إلى نصف أكتوبر تقريبا السقوف الدبلوماسية كانت عالية جدا حتى على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، والبعض ذهب على المستوى المحلي إلى الحديث عن نظام جديد، الحديث عن انطلاقة لبنان جديد وإلى آخره. لكن بطبيعة الحال الحكومة اللبنانية هي حكومة عضو في جمعية العامة للأمم المتحدة، وعليها التواصل مع جميع الدول من أصحاب القرار ومجلس الأمن وإلى آخره، ولكن العنصر الأساس على طول بتاريخ لبنان من 75 سنة هو الميدان. نحن انتقلنا بالشق الدبلوماسي بالبداية من عدم التعاطي بالشكل المباشر مع الدولة اللبنانية إلى تعلية السقف الدبلوماسي من قبل البعض، إلى 21 أكتوبر 2024 بزيارة هوكشتاين لدولة رئيس بري ودولة رئيس مئاتي، ورجع الحديث حول 1701، رجعنا للمربع الأساسي التي أكدت الحكومة فيه بآخر جلسة لإلها على أكدت على تطبيق 1701، وطبيعة الحال أولى الأولويات وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي شيء. ب 24 أكتوبر بمؤتمر باريس نتائج الميدان شفناها ب 21 أكتوبر، ب 24 أكتوبر سمعنا من داخل المؤتمر كلمات الرئيس ماكرون، حتى سؤال وزير الخارجية الفرنسي من إحدى التلفزيونات العالمية
بنهاية المؤتمر سؤال بالمباشر حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية 1550، تعديل بعض القرارات إلى آخره. تجنب وزير الخارجية الفرنسي، وكنا قاعدين، تجنب الوزير الخارجية الفرنسي الكلام بالمباشر حول 1559 أو أي أمر آخر، بل ذهب مباشرة للجواب حول الاهتمام الفرنسي هو بتطبيق القرار 1701 ونعمل على الآليات. نهار الجمعة هوكشتاين نزل بيان على تلفزيون الجزيرة، وكلنا شفنا البيان، أنه نحن الـ 1701 وموضوع الآليات الـ 1701، وبالتالي من هذا المنطلق ما صنعه الميدان عطى أمور إيجابية للسياسة العامة اللبنانية للحديث التكلم من الناحية الدبلوماسية، ضيف عليها موضوع الحكومة اللبنانية وما أكد عليه اللي هو موضوع أصبح بطبيعة الحال نحن الآليات، نحن أكدنا على 1701 بآخر جلسة للحكومة. فهذا الموضوع بيخلق عملية تطابق من ناحية فرنسا وأمريكا بناء على معطيات، ليس من الخيال يعني، بناء على معطيات. هلأ بزيارة اللي بده يعملها بطبيعة الحال دولة الرئيس مئاتي راجع نهار الاثنين أو الثلاثة من زيارته لزيارة بعض العواصم الأوروبية اللي هيحكي بموضوع لبنان وإيقاف الاعتداءات على المدنيين وعلى الشعب اللبناني والحرب على لبنان، ودولة الرئيس بري موجود في لبنان واستقبل كل المفادين، وبالتالي هذا الموضوع. طيب ما عليك، بس إذا هوكشتاين بده يكون بكرة بس أنا بدي ناقشك بدي ناقشك بشغلي سؤالي، أنه كتير عال أنه الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي أصبح متطابقا. هوكشتاين حكي عن 1701 وقال أنه يعني الطرفين ما نفذوه، يعني كمان كان في عنده إشارة لافتة إلى أنه هناك تبادل كلام أنه مين المسؤول عن عدم تنفيذه، فالطرفين ما نفذوه، حكي عن هيدا الأمر كتير عال. نحن اليوم الجانب اللبناني، يعني حزب الله فوض الرئيس بري تفويض كامل لإدارة المفاوضات، الرئيس مئاتي هو الذي ينقل كمان وجهة نظر الحكومة والدولة اللبنانية، هناك تمسك بال1701 بإرسال الجيش إلى الجنوب، ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بوقف إطلاق النار كدرجة أولى. طيب بالمقابل شو ناطرين لبنان، شو ناطر كحكومة وكدولة من هوكشتاين الآن؟ يعني شو ناطرين، جواب على شو أو موقف من شو؟ وقف إطلاق النار أستاذ جورج بالأخير. لك أستاذ جورج، نحن موضوع الجيش اللبناني، العدو الإسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني، بطبيعة الحال الجيش اللبناني موجود في جنوب لبنان، ولكن الجيش اللبناني هو موجود على كامل الخط الأزرق في جنوب لبنان، وموجود على بكل جنوب لبنان، وموجود بجنوب الليطاني، لكن الجيش اللبناني بحاجة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، اللي هي كلنا بنعرف، مش نحن كشعب لبناني رافضين يتعزز قدرات الجيش اللبناني نهائيا، ولكن نحن صار في فرصة بمؤتمر باريس وأكد عليها رئيس الحكومة ضمن النقاط الثلاث اللي هي موضوع مؤتمر باريس. النقطة الأولى الأمور الدبلوماسية من حيث وقف إطلاق النار وقرار 1701، النقطة الثانية مساعدة الإنسانية، والنقطة الثالثة التي لا تقل أهمية هي تعزيز قدرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان وكل على كل الأراضي اللبنانية. بالتالي هذا الموضوع بالنسبة لنا وقف، طب ما تنتظره الحكومة، والرئيس مئاتي عمل لفرانس بريس وعمل لقاءات إعلامية وبالعلن قال أمام الرئيس ماكرون، أمام مفادين من ممثلين لسبعين دولة و15 منظمة دولية داخل قاعة مقفلة، قالها بالفم الآن أولى الأولويات هي وقف إطلاق النار، يعني ما تنتظره الحكومة الآن هو وقف إطلاق النار. طيب بس إذا غير ذلك، بس يقال إنه معالي الوزير، يقال إنه إسرائيل تشترط للقبول بوقف إطلاق نار في عندها شروط تعجيزية، يعني سمعنا الرئيس بري بيقول إنه تفاهم مع هوكشتاين على تطبيق 1701 من دون أي تعديلات، لأنه كان في حديث عن تعديلات معينة، ولكن بالمقابل عم بينحكى انه في مطالب للاحتلال او للعدو الاسرائيلي، في مطالب تعجيزيه. هل صحيح ان هناك مطالب تعجيزيه عند اسرائيل؟ وهل صحيح انه اسرائيل لن توافق على وقف اطلاق نار؟ هل صحيح انه هوكشتاين
لن يستطيع القيام بمهمة ناجحة قبل موعد الانتخابات الأمريكية. ماذا عن كل هذه النقاط؟ نحن ما أنا مني بطور تحليل سياسي، أنا وزير بحكومة، بالتالي أنا مني محلل وبحترم كل المحللين، لكن كلمة بالزايد كلمة بالناقص، أنا وزير بالحكومة ولي الشرف أن أمثل حزب الله في الحكومة اللبنانية. سيد جورج، بالأخير أنت تفضلت وقلت أنه حزب الله مفوض بشكل كامل الملف الدبلوماسي السياسي لدولة الرئيس بري، بالتالي أحلى من نستبق المراحل وقعد أنا أتكهن، وأنا ما شغلت التكهن، أنا خلينا ننتظر ما يحمله. إذا تم الاتصال من قبل الموفد الأمريكي بمكتب دولة الرئيس بري، بمكتب دولة الرئيس مئات، لحتى ينقل ليلتقى فيهم الأسبوع المقبل، يعني الأمور في اتجاه إلى حد ما فيك تقول إيجابي. إذا طلب، هلأ إذا هو ما طلب معناته الأمور، دولة الرئيس بري أخبر هوكشتاين، دولة الرئيس مئاتي أخبر هوكشتاين موقف الحكومة اللبنانية، دولة الرئيس بري أخبر هوكشتاين الموقف الدبلوماسي للدولة اللبنانية. نعم. بالتالي هوكشتاين عليه يرجع بخبر لدولة الرئيس بري، وبالتالي علينا الانتظار. علينا الانتظار، بس يعني أنا مني بالتحليل بالسياسي، ما أنا وزير بشوف بقشع ومارس صلاحيات بحكي عنها. نعم أكيد، أنا ما بدي تحليل، عم بحكي عن هل عندك معلومات أو معطيات انه في جو، انه في شروط تعجيزيه لدى العدو الاسرائيلي تم التلميح لها؟ هل سمعتوا هيك شيء كحكومه لبنانيه؟ نحن كحكومه لبنانيه، بالتالي استاذ جورج، اي اليات لتنفيذ القرار 1701 سوف تزود السلطه السياسيه اللي هي الحكومه اللبنانيه عبر رئاسه الحكومه وبالتنسيق الكامل مع دولة الرئيس بري إلى الحكومة، للحكومة تعمل قراءة شاملة لآلية التنفيذ، لأنه بالأخير نحن بلد في سلطة، صحيح حكومة تصريف أعمال، وصحيح أنه بطبيعة الحال رئيس جمهورية الموقع شاغر، بس بالأخير هيدي الحكومة هي المفوضة بالكامل بإقرار القرارات السياسية للدولة اللبنانية. عندما يصل هالموضوع للحكومة اللبنانية ونقرأ نعطي الموقف في يومه، ولكن بالأخير هل لبنان نحن بوارد نضحي ببلدنا وسيادتنا على قرارنا؟ لا يمكن هذا الموضوع، لا يمكن، مستحيل. فخلينا ننتظر، ليش بدنا نستبق الأمور؟ ننتظر بس توصل على الحكومة نعطي رأينا في يومه. نعم معالي الوزير، يعني نحن بانتظار إذن الجواب أو بانتظار ما سيحمله هوكستين من خلال الوساطة اللي عم بيقوم فيها، وإذا هذه الجهود الدبلوماسية ستصل إلى مكان أم لا. بهالإطار هيدا، يعني في شق من حديثي معك رح يكون له علاقة بوزارتك، وزارة الأشغال، ما له علاقة بالمطار، بالمعابر البرية، بأمور معينة على استحقاقات مرتبطة بأزمة النزوح وبدء موسم الشتاء وإلى ما هنالك. ولكن قبل في عندي نقطتين بدي اتطرق لهم. أول شيء، في حديث بالبلد وفي بعض المخاوف أو الهواجس من احتكاكات، من ما يمكن أن يسمى فتنة، وأنه يتحدث البعض عن رهان لدى العدو بإحداث فتنة داخلية في لبنان. شو تعليقك على هذه النقطة بالتحديد؟ أول شيء، رئيس وزراء الكيان العدو الإسرائيلي هو أول من تقريبا فترة 20 يوم أول من تحدث ودعا اللبنانيين بالنسبة لموضوع النازحين، ودعا بطريقة يعني نتيجة الفتن. لك أستاذ جورج، الشعب اللبناني لك نزح أكثر من 1,200,000 1,400,000 من بعلبك الهرميل، من جنوب لبنان، من ضاحية بيروت الجنوبية. وبطبيعة الحال الحكومة اللبنانية عملت أكثر من اجتماع بوجود القائد الجيش ومدير عام قوى أمن الداخل ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة المعنيين في الأمن في البلد، وكان كلام بشكل واضح وصريح أمام رئيس الحكومة وكل الوزراء أنه الإشكالات التي تقع بين النازحين في بعض القرى وبعض الأفراد هي إشكالات بسيطة وتمت معالجتها بأرضها. وبالتالي نحن حديث اليوم وسائل الإعلام وعم تشوف
دلني على موضوع موجود فيه فتنة بأي قرية في لبنان، بأي قرية. في إحدى البلدات، أنا قلت على الإعلام وبكررها، في إحدى البلدات بعلبك الهرم اللي اسمها دير الأحمر، فيها 10,000 شيعي سكنوهم ببيوتهم وبالأديرة وبالكنائس. بالتالي وين يعني؟ بدك أكثر من 10,000 شيعي موجودين بقرية وما صار فيها فتنة؟ بالآخر هذا الموضوع هو هدف. يعني بيطلع لك البعض، ونحن البعض بيقول لبنان كمان عايش أزمة اقتصادية، ما حيعيش أزمة اقتصادية، ما نحن ورثنا بالحكومة يا أستاذ جورج بلد مفلس، سياسات مالية 30 سنة ما خلت ولا ليرة بالخزينة العامة، بلد سرق كل أمواله وشنى كل الشعب اللبناني بالبنوك وما حدا عمل شيء. ما نحن ولدنا بلد اقتصاديا تعبان وبلد مفلس وحالته حالة. بالتالي هيدي رغبة عند البعض بإحداث فتنة بين اللبنانيين، لكن أنا بالنسبة لإلي كل المجتمع المضيف اللي كانت العائلات كلها موجودة عنده النازحين، نحن بنتشكرهم من كل قلبنا، لأنه هودي ولاد بلدنا، ونحن نحن لبنانيين بالأخير، لبنانيين بالأخير، وهذا البلد لنا جميعا. وإن شاء الله ننتصر على العدو، ننتصر على العدو، وبنحرر آخر شبر من أرضنا، وبنعود نعمر بلدنا من أول وجديد. وهذا البلد عصي على الموت يا أستاذ جورج. إذن يعني إذا هيدا الجو، هيدا الجو الحقيقي الموجود، يعني الجو يطمئن، يعني الداخل اللبناني برأيك محصن ضد هذه الأمور؟ قلت لك البعض حابب الفتنة، بس أي. الشعب اللبناني بتصور أوعى من هيك، وأثبت أستاذ جورج شهر، أثبت خلال شهر دلني على فتنة حصلت في مكان ما. شو بدي بالمشاكل الفردية أستاذ جورج؟ الخي وخيه بالنزوح، الأخ وخيه، الأخ وأخته عم يتقاتلوا بنفس المكان بالنزوح. أنا إخواتي أختي وخي تقاتلوا بالاخير، الاخوه عم يتقاتلوا، ما بداش طيب بس لكن لما بتقلي معنى الفتنه، لا بس لما بتقلي، بس لما بتقلي انه في طرف، لما بتقلي انه في طرف حابب الفتنه، مين هو هالطرف اللي حابب الفتنه؟ يعني خلينا نسمي الامور باسمائها. وليش بدنا نضلنا انا اتصور، يعني ليش بدنا ما في طرف معليك. انا اتصور ليش بدنا نضلنا ونتهم انه في ناس حابين الفتنه؟ مين؟ ما في طرف لبناني بده فتنه. خلينا نوضحها استاذ جورج. ما في طرف لبناني ولا أي حزب لبناني يريد فتنة في هذا البلد، خلينا نكون واضح. أوكي تمام، خلينا نكون واضح. وعطيتك مثل أنا على بعض القرى اللي هي معروف ميولة سياسية، لا يريد أي طائفة أي حزب في لبنان لا يريد الفتنة، لكن البعض اللي هن من المعنيين بالسياسة بالأحزاب ومن المسؤولين أحزاب، البعض على المستوى الإعلامي عم بيجيش للفتنة. طيب لكن على المستوى السياسي ما في حدا بده فتنة. طيب عال هيدا، ما هيدا اللي كنت عم بقول لك، انه هيدا يطمئن الى حد ما انه على المستوى السياسي لازم يضل في هذا الحرص. صح. ولكن هذا الحرص مش بيكون مضمون اكثر لما بيكون عنا انتظام بعمل المؤسسات وبيكون عنا رئيس جمهورية؟ يعني ليش ما بيكون عنا جهد اضافي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بشكل فوري؟ وهذا الأمر يساهم في تعزيز وضعنا الداخلي ووضعنا بالخارج في حال كان في تسوية معينة بدأت تصير. ماذا عن ملف الرئاسة؟ أستاذ جورج بشكل مختصر، أنت عندك مكون أساسي من الشعب اللبناني، مكون أساسي نزح من قرى، من بلداته، من مدنه، وبالتالي هذا الموضوع، هالمكون الأساسي هيدا لازم هدف الحكومة الأول وهدف رئاسة مجلس النواب الأول، إنه هو وقف إطلاق النار لحتى هالمكون الأساسي من البلد الذي نعتز ونفتخر إنه جزء من هذا البلد، نحن مع الشعب اللبناني جميعا، يرجع قرى وبلداته. وليش لا تاني يوم ينتخب رئيس، تاني يوم ينتخب رئيس. لكن الهم الأساسي اليوم لدولة الرئيس بري، لرئيس الحكومة، للحكومة، هو وقف إطلاق النار. إذن بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار، ثم بعدها مباشرة كما قال الرئيس بري يبدأ العمل على انتخاب رئيس. أكيد. نعم صحيح. أي طيب، ورئيس توافقي. صحيح. رئيس توافقي، يعني هيدي هي ال بطبيعة. أي لك، أنا بدي أرجع أستاذ جورج لبيان البيان اللي حصل
بالاجتماع الروحي بالبطريركية بدعوة من سيدنا البطرك الراعي، بوجود كل الطوائف الإسلامية والمسيحية، كل الطوائف اللبنانية، طلع البيان العنوان رئيس يتمتع بثقة جميع اللبنانيين. يتمتع بثقة جميع اللبنانيين، بالتالي هذا الموضوع بطبيعة الحال الرئيس يجب أن يتمتع بثقة جميع اللبنانيين، وهذا رئيس جمهورية لبنان المستقبلي. وعلشان هيك وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار، وبالتالي الكتل السياسية تجتمع مع بعض، دولة الرئيس بري موجود، ويتم انتخاب رئيس. إذن كل شيء يتوقف بالدرجة الأولى على وقف إطلاق النار، وبعد منها نبدأ بهذا الأمر. طيب معليك، خليني انتقل، يعني بدي أحكيك بأمور لها علاقة مباشرة بوزارتك. خليني أبدأ بموضوع المعابر البرية. طبعا قصف المعابر البرية يفاقم معاناة المدنيين، و يعني لما بتنغلق هذه المعابر بصير وكأنه في شبه حصار على لبنان. بهالإطار هيدا، هل نحن شبه محاصرين بريا؟ نحن الموضوع بريا يعني، خليني أقول لم نصل بريا بعد، بس تكون دقيق بالتوصيف. لا، ما هو حتى بريا، حتى بريا ما فيك تقول محاصرين. لا لسنا محاصرين. بالتالي نحن خلينا بالشكل العام، المعابر حول المعابر البرية والجوية والبحرية، حتى المرافق البحرية، الاتصالات من قبل رئيس الحكومة هي بشكل مستمر مع المجتمع الدولي لتحية تلك المرافق لما تشكل من أهمية كلنا بنعرف. يعني استاذ جورج، إذا افترض أنت تعرضنا لحصار، طيب نحن جبنا مليار دولار من المجتمع الدولي مساعدات إنسانية، 800 مليون دولار و200 مليون للجيش، كيف بتفوتهم على لبنان؟ كيف بتوصلهم لناسنا وأهلنا 800 مليون دولار؟ إذا تعرضت لحصار كيف بتوصلهم على البلد؟ بالتالي هذا الموضوع على المستوى البري نحن لسنا محاصرين. حتى الآن بالنسبة لمعبر المصنع الحدودي نعمل مع رئاسة الحكومة والجيش اللبناني، حتى لأنه عملية الترميم ما بدنا العدو الإسرائيلي أن يقصف مباشرة ورشة الأشغال التي سوف تقوم بعملية الترميم. من جهة معبر القاع تم ترميم المدخل اللي هو تم قصفه من 3-4 أيام، تم الترميم، لكن بعد ترميم المعبر القاع اللي هو ميلة حمص الناس متخوفة من عبور المعبر، بالتالي هذا الموضوع كمان رجعت الحركة شوي شوي. من جهة طرابلس عندنا معبرين، بالتالي نحن بعدنا منا محاصرين بريا. على المستوى الجوي حكينا بالنسبة للمطار مرارا وتكرارا انه في اجهزة ادارية بالمطار، المديرية العام للطيران المدني بكامل عديدها الموظفين، والاجهزة الامنية من جمارك، من جيش لبناني، من جهاز امن، من امن عام، من قوى امن داخل. يا استاذ جورج، اذا بدها توصل المرحلة، وعلى المرافق البحرية نفس الشيء واكدناها مرارا وتكرارا، ولكن توصل المرحلة التشكيك بشكل مستمر بالمعابر البرية البحرية والجوية للبلد، يعني هو تشكيك بكل الدولة. يعني وقت انت بتقول الضمانة هي المؤسسات، ما نحن عاملين لك بمطار بيروت بطرفي الحرير وبالمرفق بطرابلس ومرفق بيروت ومرفق صيدا ومعبر المصنع ومعبر القاع والعبودية والعريضة، ما نحن في دولة لبنانية، في وزارات عديدة وفي أجهزة أمنية. بالتالي هذا الموضوع نحن اللي بنأكده أنه نطبق القوانين اللبنانية اللي هي التنسيق الكامل كل حسب القوانين والقرارات المرعية الإجراء في لبنان ما بين الأجهزة الإدارية والأجهزة الأمنية. أكثر من هيك يعني بدك تقول لي أنا أكثر من هيك شو بدك يعني شو بدك تحكي؟ بس هو في علامة استفهام إنه في ضمانات ولا ما في ضمانات بعدم استهداف المرافق العامة وخاصة المطار يعني تحديدا؟ يا أستاذ جورج، اللي بيستهدف المدنيين الأطفال والنساء، وبيستهدف الجيش اللبناني، بيستهدف الإسعاف الصحي، وبيستهدف أكثر من 55 مستشفى، وبيستهدف مساعدات أممية بيعطينا لأهلنا وناسنا بعلبك الهرمي على بضيعة بمنطقة اسمها العين، ضيعة اسمها العين، بدك أنت تضمن أنه ما يقصف في المرافق العامة. القلق موجود بشكل مستمر، ولكن
نحن نقوم باتصالات بشكل مستمر لتحية تلك المرافق، والموضوع لتحية تلك المرافق، وكل الناس عم تسافر وتجي بالمطار، وكل الناس عم تروح بالبحر وتجي، والسفرات عم تعمل إجلاء بالمطار عبر الجو وعبر البحر، وعم تشوف بأم العين العملية كيف عم تكون منظمة. لكن بالأخير العدو الإسرائيلي مثل ما قلت لك ما فيك تضمن منه أي شيء. نعم. طيب. أي شيء. بالختام معاليك، بس هوني قبل ما انتقل للسؤال الأخير، بس بالنسبة للمطار، يعني أنت عم تقلي عم بتقوموا باتصالات، اتصالات مع مين أكتر شيء؟ يعني عم بتكون مع الجانب الأمريكي؟ لأن عم ينقال إنه عم بيكون في اتصالات. رئيس الحكومة عم بيقوم باتصالات عديدة مع الجميع، يعني مش بتضلوا دولة واحدة يعني. عم يقوم باتصالات مع أكثر من دولة، بس للعلم يعني مع الـ مع الـ مع الأمم المتحدة حدها كمان. يعني ليس فقط محصورة بدولة معينة. نعم. سؤالي الأخير لألك معاليك، تعرف إنه يعني الكتلة السكانية ببيروت 50% زيادة عن اللي كانت بالأساس، يعني فيعني بالتالي كل القضايا متراكمة أو عم تتراكم أكثر من المتوقع، ونحن قادمين على فصل شتاء، وعادة يعني الطرقات ومجاري الصرف الصحي ومجاري المياه كل سنة بينعمل فيها مشكلة. حضرتك كوزير أشغال وأنتم كوزارة مسؤولين عن هذا الأمر، هل في احتياطات بدأت تنعمل؟ يعني عم بينقال إنه الأسبوع الجاي بده يبلش الشتاء ينزل، أو يعني في تنظيف صيانة مثلا في مراكز إيواء مثلا بالكارنتينا، مطرح ما في مركز إيواء عادة كان يغرق بالمي هيدا المطرح اللي كان السوق الشعبي. مصبوط. فتخيل انه يصير أول شيء تخيل يصير هيك وفي يعني ناس نازحين وفي مركز إيواء صار، هل عم بتقوموا بتدابير احترازية؟ هل بدأتوا العمل على هذه النقطة؟ استاذ جورج، بس هي مش خلينا نحدد إطار وزارة الأشغال. بطبيعة الحال وزارة الأشغال هلا بسبب الظروف مش عم نعلن عنها لظروف، لأنه في الأولى ثم الأولى، لكن وزارة الأشغال نحن ورش تنظيف الأوتوسترادات وتعزيل مجاري مياه الأمطار على كامل الأوتوسترادات بكل لبنان باستثناء بعض المناطق في الجنوب مش عم نقدر نقوم فيها، لكن الورش مستمرة وعلى قدم وساق تعمل. الأمر الثاني استاذ جورج، بالنسبة للثلج كمان أمننا كل مراكز جرف الثلوج من مزود من ملح الى اخره، كل المراكز المياومين، يعني نحن ورشنا شغاله. لكن استاذ جورج بس للعلم، بالنسبه لمدينه بيروت من الفورم دي بيروت باتجاه بيروت ومن المدينه الرديه باتجاه بيروت، هي من صلاحيه محافظه بيروت وبلديه بيروت، ليس لوزاره الاشغال العامه والنقل على مدينة بيروت الإدارية أي صلاحية بالكامل. خلت تكون واضحة، بيعرفوها الجميع. منطقة الكارنتينا أستاذ جورج، نحن مصب وزارة الطاقة قالت أنه من شهرين نظفوا مجرى نهر بيروت، صلاحية وزارة الأشغال هي على مصب نهر بيروت. نحن من أسبوعين ثلاثة بدأنا بورشة تعزيل وتعميق مجرى نهر بيروت بالتعاون مع الجيش اللبناني. لكن يا أستاذ جورج، يعني موضوع الكارنتينا ينعمل على شط البحر بطبيعة الحال، مشكورين للجمعية والأستاذ ملحم خلف مشكورين، لكن هذا الموضوع يعني في بعض الأماكن يجب أن يتم دراستها قبل اعتمادها كمرزق مركز إيواء. هلا يعني الناس المركز اللي معاليك، الناس في ناس عم بتنام على الطرقات، يعني في ناس عم بتنام على الطرقات، فيعني يا استاذ جورج لازم يصير في دراسه ولا بس في حاجه استجور ملحه لمراكز، يعني كتر خيره يعملوا هالمركز استجور. يعني مش احسن ما تضل الناس على الطريق يا استاذ جورج؟ هلا مش موضوع، بالعكس اكيد كتر خيره، اكيد كتر خيره، ونحن شغالين بالحكومه، نحن بالحكومه اضافه لملف وزاره الاشغال، نحن كل يوم بلجنه الطوارئ من وقت ما بلشت الأزمة تقريبا من شهر، كل يوم مواظبين على الاجتماعات وعم نحاول نحن نحل. وصلنا لمراكز إيواء 1000 مركز. لكن بالأخير هذا الموضوع مراكز الإيواء، مراكز الإيواء عم نعطيها أهمية قصوى، واجباتنا نعطيها أهمية قصوى. هذا موضوع الكارنتينا بالذات شوي بدنا عم نحاول نتابعه مع سعادة النائب، مع الجمعية ومع لجنة الطوارئ، لأنه موضوع التغير المناخي، كمية المتساقطات على شط البحر بالقرب من مرفق بيروت، أنا ما بالقرب من مرفق بيروت بدنا نتابعه. نعم. ما ليشكلنا أي
مشكلة ويفوت. نعم. عشان هيك يا أستاذ جورج نحن عم نغمق ونعمق مجرى مصب نهر بيروت ما لا تتجمع المي، لكن بالأخير بفصل الشتاء بتعرف أنت ما بتعرف الأمور شو بيجيك. نعم. شو بيتأتى عليك من تغيير مناخي من كمية متساقطات بنفس الوقت. هذا الموضوع إن شاء الله بطبيعة الحال كل الجمعيات وعلى رأسهم جمعية فرح العطاء مشكورين على جهودهم، بدنا نحاول نتواصل نحن وياهم لحتى نشوف نحن انه طريقه لحتى ما توصل المي لوزير ان حدث ما حدث. وزير الاشغال في حكومه تصريف الاعمال علي حميه، انا بدي اشكرك على هذه الاطلاله الليله ضمن حلقه وهلا شو. شكرا لك، وعلى امل قريبا نشوفك بالاستوديو ونحكي عن مشاريع لوزاره الاشغال ليست مرتبطه بظروف الحرب، ونكون وصلنا الى ان شاء الله مع النصر يا استاذ. اهلا وسهلا. مع النصر بنجيك. نعم، أهلا وسهلا مع الناصر إن شاء الله بنجي. طبعا أهلا وسهلا فيك. شكرا لك معالي الوزير. مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني أستقبل الأستاذين جان عزيز وحسين أيوب ضمن أولا وبانوراما، جولة على كل العناوين والملفات. جولة على العناوين والملفات مع الأستاذين جان عزيز وحسين أيوب. مساء الخير أستاذ جان، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. مساء الخير أستاذ حسين، أهلا وسهلا فيك. طبعا بإطلالتنا الليلة بدنا نحكي يعني العنوان الأبرز والأوحد يلي عم نتناوله من شهر لليوم، الميدان، الحرب، الجهود الدبلوماسية والسياسية، ملفات لبنان والمنطقة، ووصولا إلى هل هناك تسوية قريبة أم لا. خليني أبدأ معك أستاذ حسين من الميدان، يعني الجنوب طبعا يعني في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على طوال ساعات النهار والليل، وفي عدوان يطال بلدات وقرى بالجنوب عم تسوى بالأرض، يعني في اعتداءات على بيوت، على بلدات، على قرى بحد ذاتها، وهيدا عم بشكل كمان يعني جريمة إنسانية واجتماعية بالوقت نفسه. ماذا عن هذه الناحية بالتحديد؟ لك أنا بصراحة كنت يعني متردد بموضوع المجوي على الاستديو، لأنه قبل أقل من ساعة تقريبا بلغت يعني زوجتي أنه انمسحت عدايسي، وشافت بالفيديو بيتهم يعني تفجر كله، وللأسف يعني ضريح أمه وبيها الفنان عبد الحميد بعلبكي وزوجته دمر يعني. فهذا المشهد وقبله كمان بشوي صغيرة كمان اليوم بعيناتها بضيعتنا، كمان الضريح اللي موجودة فيه يعني والدتي كمان تم تفجيره بنص عيناتها مع كل شهداء حرب تموز. رجعني المشهد لل 2006 جورج. بال 2006 نحن طلعنا على عيناتها بعد الحرب وعم نشوف المجزرة، بس كنا أول شغلة كملنا طلعنا على ضريح يعني الوالد وكمان كان مدمر. يعني أنا بدي أقول لها جوانا ما تزعلي يا جوانا، يعني لحظة بيا شهيد، يعني هو توفى وفاة عادية بس بالطريقة اللي عم يعملها الإسرائيلي صار شهيد، وأمة صارت شهيدة، وأمي شهيدة مرة تانية، ورح نرجع على ضيانا، ورح نعمر بيوتنا، ورح تصير أحسن من مكان. أنا بدي أقول لك أني بقدر قدومك اليوم على استوديو رغم هيدا الوجع الكبير. ما بعرف الكلام بيعجز بهالمطرح هيدا. لا جورج، هاي المأساة طويلة ومستمرة ومش أول مرة. يعني في ناس بجنوب دمرت بيوتها 7 و8 مرات، يعني في ناس بحولها عاشت المأساة من 48. قرى الحافة الأمامية، مع أنه التعبير مش حلو يعني كلمة الحافة، القرى الجنوبية الأمامية قصتها مع العدو مش قصة يوم ومبارح، مش قصتها مع حزب الله ولا قصتها مع ياسر عرفات، قصة من عمر دولة اسمها إسرائيل. إسرائيل قادرة تدمر
برافو عليهم، بيقدروا يمسحوا قرى كليتها، عم يمسحوها للقرى عن بكرة أبيها، ما عم بيتركوا لك المحل اللي بدك تزور فيه الناس اللي بتحبهم، حتى هذا المكان ما عم بيتركوا لك يعني. لذلك راجع الناس وإن شاء الله بترجع خلال أسابيع وأشهر إن شاء الله. انطرنا 22 سنة لرجعنا من 78 لل 2000 مرة، ما رح ننطر هلأ، رح نرجع على قرانا ورح تتعمر ورح يرجع راس كل الناس اللي تنازحوا مرفوع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وبوجودكم، ويعني كل التعاطف وكل المحبة الصادقة لإلك ولا لبنان بعلبكي وسمية بعلبكي وجمانة بعلبكي وسائر أفراد العائلة، أنا بدي أتوجه لهم بكل حب وبكل صدق وكل تحية لهم الليلة، وتحية لأرواح أهلكم الشهداء يلي مثل ما أنت وصفت من بعد رحيلهم صاروا شهداء لأنه تم الاعتداء على مقابرهم وعلى أضرحتهم. حسين شكرا لك انك جيت لا شكرا لك جورج، سوري بس شويه انفعال، بس هذا يعني مش الحال يعني، الانفعال لابد منه بس انه لا انا جورج ليك مش مت يعني اكثر من اي وقت مضى، انا مش متشائم انا مش متشائم ابدا. يمكن بلحظه من لحظات بين 17 و27 في هيك حسيت انه في شيء قدامك، هاي العشريه البشعه كانت تلاشى قدامك، في ناس وقعت، في ناس يعني في خساره كبيره، في خسارات كبيره كانت، بس لا انا برايي في حدا رجع وقف على جريه اللي عم بيصير. ليك حدا مش هيك جورج، ليك لو سيد الحسن نصر الله بعده على قيد الحياه كن اكيد هول الشباب اللي عم بيقاتلوا اليوم بجنوب بهول القرى ما بيقاتلوا بهالطريقه. استشهاد السيد حسن عم بيخليهم يقاتلوا بهالطريقة. هود الناس اللي عم بيقاتلوا بجنوب جورج مش ناطرين حدا يعطيهم أمر عمليات، ولا ناطرين حدا يعطيهم لا ولي فقيه ولا حتى قيادة الحزب، هود معهم هن قرارهم، أصلا شبكة اتصالاتهم مش موصولة فيهم بالضرورة لأنه جزء أساسي منها تعطل. هود الناس عارفين شو بدهم يعملوا بس اخدين قرار هن هود الناس اقتداء بالسيد وشهادة السيد، هن هود الناس اخدين قرار انه يضلني قاتلوا لآخر لحظة، ما بدهم ينأسروا ولا بدهم ينجرحوا. لذلك اذا بتشوف البطولات اللي عم بتصير فوق بجنوب، انا برأيي هاي البطولات مش قصة بسيطة. نحن اليوم الفرق بالمعطيات اللي صارت على مدى شهر، اليوم الاسرائيلي تيرجع يبلش يحكي جالنت عن انه مش كل شيء بنقدر ناخده بالعسكر، في له سقف الموضوع العسكري، تبلش تحكي هيئة البث نقلا عن ضابط إسرائيلي حول أنه العملية العسكرية لازم خلال أسبوعين وثلاثة، تيجي هوكستين على تل أبيب ويبلش البحث معه، أنا هلأ بنحكي بموضوع هوكستين. هذا كله معطيات جديدة. اللي شفناه اليوم بعملية الدهس اللي صارت بإحدى ضواحي تل أبيب هذا مش معطى بسيط. المسيرات بطريقة الأهداف اللي عم تعملها بالعمق بالنوعية الأسلحة اللي عم تنعمل بالمعطيات اللي عم تشتغل فيها القوة الصاروخية للمقاومة، كلها هي معطيات بتقلك كنا عم نقول نحن من جمعة ومن جمعتين أنه وظيفة الميدان بالمرحلة الأولى يعمل حد أدنى من التوازن، مش توازن، ما رح تقدر تعمل توازن بظل التفوق الإسرائيلي. هل نعمل هذا الحد؟ أنا بعتقد الحد الأدنى من التوازن نعمل، وأنا بعتقد اليوم حزب الله على الطاولة صار فيه يقول إيه ولا. يعني اليوم مش هلأ والله بدي 1701 ومن ضمنه 1559 وبدي واحد واثنين وثلاثة وبيجي هوكستين لعند على لبنان بقول هيك بده الإسرائيلي والسلام عليكم، لا مش هيك. وأنا بعتقد أنه اليوم وصوله على إسرائيل بكرة بده يشوف نتنياهو رح يرجع على لبنان إذا كان عنده شيء جديد، إذا ما كان عنده شيء جديد ما رح يرجع. الرئيس بري باللقاء اللي صار معه قال له ما تضيع لي وقتي، عندك شيء جديد المرة، عندك ضمانات جايبة من الإسرائيلي، ما نكرر القصة اللي صارت ب 26-27 وقت فكرة الهدنة 21 يوم واللي راح نتنياهو طيارها وكان هون منيوما على حرير لكل الطبقة السياسية إنه ماشي وقتها هوكستين، عم بيقول له أنت عندك شيء جديد المرة حتى ما نضيع وقتي ووقتك ونحكي بصلب الموضوع. قال له عندي من الإرادة الأمريكية ما يكفي للقول لك أنه نحن جادين أكثر من أي وقت مضى، بس أنا برأيي هاي بتنصرف ما بتنصرف لأنه جزء منه هوكستين هو شخصيا شاعر أنه هو معني بتحقيق إنجاز ما قبل ما هو يفل على وظيفته الخاصة بأول السنة. لذلك هل نضجت ظروف الميدان؟ أنا بعتقد لم تنضج ظروف الميدان،
وبالتالي هذا الواقع اللي عم نشوفه بده يكون له مساره السياسي، حتما له مساره السياسي، ولكن مش هلا، مش هلا يعني مش قبل الانتخابات الامريكيه، مش قبل الانتخابات يعني الأمريكي. ما في اكتوبر سربرايز مثل لا 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 ما بعتقد، وما رح يقدر هوكستين بهاليومين ثلاثه يرجع بجواب على لبنان يؤدي الى تطور معين. للاسف لا. نعم استاذ جان، بالاطار نفسه يعني بانوراما المشهد الميداني والسياسي والدبلوماسي بين التفاؤل الحذر والنسبي والمحطات اللي ناطرتنا، تفضل. لك بالبداية خليني بس هيك كلمة مش مواساة، تضامن مع حسين وكل عائلته وكل المقاومين بالجنوب، وإن شاء الله كل هالتضحيات توصل لمطرح نقدر نتلاقى للحياة مش بس للموت، ولا نرجع نعمر مش لنكبر سيناريوهات التدمير الموسمية. إن شاء الله كل هالتضحيات توصل لهالنتيجة. ميدانياً أي صار واضح أنه أعيد تكريس توازن الردع في الجنوب، بمعنى أنه تأكد الإسرائيلي كمان مرة أنه دخوله على الجنوب مستحيل أن يكون نزهة وسيكون مكلفاً ومكلفاً جداً. بالمقابل كذلك الأمر، هذا الشيء لازم يخلي المسؤولين اللبنانيين يعرفوا أنه القدرة التدميرية عند إسرائيل مفروض تسقط من بعض الأوهام، مقولات خلصنا من إسرائيل وصارت ورانا والسبع دقايق ونص وسوى ذلك من مقولات. نحن اليوم قدام هذا التوازن التدميري، وبالتوازن التدميري قدرة إسرائيل أكبر، مشان هيك في مسؤولية أكبر على لبنان أنه يحاول يخلص بناه، يخلص إنسانه، يخلص أرضه، يخلص ما يمكن إنقاذه، خاصة أنه جردة أو جدول الخسائر تقيل كتير علينا. ما بدي هلأ فوت بخطاب يمكن البعض يعتبره مش وقته، بس خليني أذكر أنه وزير الاقتصاد من يومين عم بيقول خسائرنا 20 مليار دولار، نحن نتيجنا الوطني مش واصل ل 15. لا وما ناقصنا خسائر، لا بقولك انه لا المقارنه انه انت عندك ناتج بال 15 خسائرك 20، فما احكي اكثر من هيك. هلا بالقراءه السياسيه ايه في شيء من التفاؤل الحذر او في شيء من محاوله التقاط ثغره. هل التفاؤل ناتج من 5 محطات بس بنعدهم على السريع؟ زيارة توكشتاين تنين يلي على عكس الكلام اللي عم بينحكى هون، إذا بدك ترجع تحكي عن زيارة توكشتاين هلا برجع بخبرك، لأنه شو ناقل لإدارة توكشتاين الشيء المناقض كليا للي عم بينحكى هون. إنما زيارة توكشتاين محطة، مؤتمر باريس كان محطة، وبالتالي لو ما إنه في كمان شيء من ثغرة ما كان في هيدا الدعم. ثلاثة، كان في عنا اليوم المفاوضات بالدوحة على محاولة ثغرة جديدة بصفقة الأسرى. 4، في الضربة الإيرانية، الضربة الإسرائيلية على إيران يلي قيل إنه محدودة، قيل إنه مهندسة، قيل إنه منضبطة بواسطة الأمريكي، وهون كمان بين هلالين هيدا شيء بيجرحك زيادة إنك تشوف العدوين الأساسيين إسرائيل وإيران بيلعبوا بينبون بين بعضهم وبيلعبوا بالدمار والقتل والتدمير والتقتيل بلبنان. والمحطة الخامسة هي ما بدأ يحكى عن مبادرة أردنية بلشت من حوالي 17 يوم بمؤتمر الميد ناين يلي هو دول أوروبا المتوسطية بباثوس، لما شارك فيها الملك عبد الله عاهل الأردن. من بعدها بعت وزير خارجيته على لبنان، رجع رئيس مئاتي راح على عمان، ويبدو أنه هناك واليوم قائد الجيش بعمان، يعني في شيء مرتبط بهالأمر. من بعد زيارة الرئيس مئاتي إلى عمان قيل أنه هناك أفكار لدى العاهل الأردني وهو مكلف من الأوروبيين ومن المجموعة العربية، وهناك محاولة لاستمزاج آراء كل القوى والمكونات اللبنانية، وبدأ مع قائد الجيش اليوم، وكان في كثير إشارات إلى رمزيتها. إذن هول 5 محطات عاملين نوع من
تفاؤل ايجابي انه ممكن نوصل على شيء. بس ممكن يرجع القرار وين؟ عند شخص واحد، نتنياهو. ممكن نوصل لشيء بالمدى المنظور او او او, أو القصه بعد بدها اكثر تصعيد تتنضج او ما بقى. جورج، المسار او خارطه الطريق صار واضح. القوى اللي ممسكه بالقرار اللبناني عم بتقول بدنا نبلش بوقف اطلاق نار لنروح على معالجات تانية. وقف اطلاق النار ما في يعملوا الا نتنياهو. نتنياهو منه مستعجل ابدا. وتيرة الخسائر يلي هلا عم بيعملها نتنياهو هو بحساباته بيقدر يعيش فيها 100 شهر على الأد. لذلك هو منه مستعجل، الآخرين منهم مستعجلين، لبنان واللبنانيين وحدهم مستعجلين، ما عندهم أي كلمة بهذا الموضوع، لذلك بيستبعد. إنما هول المحطات إذا راكموا رح يشكلوا عوامل ضغط إضافية ممكن بلحظة معينة تعمل ثغرة بتوازن معين إقليمي أو دولي يعملوا خير. قبل ما أفتح موضوع زيارة هوكستين، بس قلت أنتوا قلت أنه استقبال العاهل الأردني قائد الجيش له رمزيات ودلالات مرتبطه بملف الرئاسي يعني؟ لا هلا ما حدا عم يحكي بهذا الموضوع. هلا عم ينحكى كيف بتخلص البلد، كيف بتجرب تحمي حدوده، كيف المأزق اللي موجود بالقدرات التدميريه اللي موجوده عند اسرائيل بتجرب تتجنبها وتتلافيها. وهذا كان القسم الاكبر من زيارة هوكشتاين كمان. نعم. استاذ حسين، بس انه يعني في كثير رسائل لإلك. بس خلص ما في مشكلة. طيب بس يعني ملحم رياشي عم بقول لك انه ان شاء الله يعني كل التضامن معك على امل انه تزور عينيتها وتسكن في عينيها. جورج، بس بموضوع يعني فكرة ما يخرش كمان. شكرا بتحييك. يعني في كتير رسائل، ماشي الحال. زيارة هوكستين، المفاوضات لوين رايحة؟ يعني هل في بلشنا نراكم إيجابيات معينة ربطا باللي كنت عم بتقوله باللي قاله الأستاذ جان كمان؟ ما هو هذا بياخدك على نقاش جورج، من يعني في قوة دفع أمريكية عربية في لحظة ما تبدت تضع موضوع، صارت تناقش بموضوع الأولويات. هل نحن الأولوية لوقف النار ولا الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية؟ نعم. في مناخ عربي متقاطع مع الأمريكيين، واللي أنا حكيت عنه المرة الماضية سميتها الخماسية العربية اللي اجتمعت على المستوى الأمني والدبلوماسي، واللي بتضم السعودية، الإمارات، قطر والأردن ومصر. وكان مقدرا أنه تعمل جلسة تانية بشو اسمه بعمان، لم يعقد من حوالي 10 أيام أو أسبوعين. وكان في تفويض له للملك الأردني، جزء منه كان اللقاء مع الرئيس مئاتي وجزء منه صار اللقاء مع قائد الجيش. ويعني بهالتوقيت هذا بعتقد العنوان السياسي فيما يخص يعني لقاء الملك الأردني وقائد الجيش يتقدم على ما عداه. الفكرة اللي هن عم يطرحوها هي فكرة سلة متكاملة على قاعدة أن تكون موازية للجهد اللي عم بيعملوه الأمريكان، تحديدا هوكستين فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار. بيكون في سلة متكاملة إلى علاقة بالملف اللبناني. هذه السلة المتكاملة تسمى العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتسمى رئيسا للحكومة. مين؟ الطرح اللي انطرح هو نجيب ميقاتي هو رئيسا للحكومة. وفي مندرجات تانية لهذه الصيغة. كان في أجوبة وفي استمزاج رأي، في قناعة أنه اليوم أن لا نخوض في موضوع الأسماء نهائيا، أن تضع مواصفات حتى ما يصير في تورط لأي جهة عربية أو دولية فيما يخص الملف اللبناني، خصوصا أن الملف اللبناني له خصوصيات لا يمكن لأحد أن يعني يقدر يفهمها إلا إذا عرفها. يعني مثلا أنت اليوم كيف بدك تقلي والله مثلا جيب حسين أيوب رئيس جمهورية وجيب جون أنه مثلا تقلي هو رئيس حكومة أو العكس؟ طب ما رئيس الحكومة بلبنان ما بيقعد 6 سنين، في يقعد 6 أيام. وبالتالي يعني انا تعال نحتكم انا وياك للدستور اللي بيقول انه كذا وكذا وكذا، بس وكذا. على القليل يعني تقليعه العهد يعني بعتقد يعني انه هيدا المقصود. انا اللي استنتجته انه لم ينضج بعد الظرف اللي له علاقه بالملف الرئاسي. منيح انه في جهد عم ينبذل بهذا الاتجاه، منيح. مش منيح، قلت للمرة الماضية وبرجع بقول للمرة، مش منيح انه ينشغل على سلق اللحظة السياسية، وخصوصا انه واضح انه مين المرشح اليوم اللي متقدم ومين المرشح المتراجع.
الأولوية بنرجع بنقول جورج هي لوقف النار، توقف الدمار، توقف هذا حمام الدم اللي موجود، حمام التدمير اللي عم بيعمله الإسرائيلي في كل مكان. من بعد هذا الشيء أنا بعتقد، أنا بتصور أنه الملف الرئاسي لا يحتاج إلا إلى أيام أو أسابيع قليلة، مش لأشهر. نعم. أنا بعتقد نضجت اللحظة السياسية الداخلية أن نذهب إلى خيار رئيس توافقي. بدك رئيس، يعني أنا دائما بعطي المثل، بتتذكر كذا مرة عطي المثل وأنا بعطيه مش بالمعنى، انتبه، مش بالمعنى السلبي. أنا بالنسبة لي الياسر كيس هو أفضل من أدار مرحلة سياسية في لبنان. الياسر كيس اللي كانت الدول كلها موجودة هون، وكان ياسر عرفات والحركة الوطنية وصدام وحافظ الأسد، وقدر أدار البلد. بدك اليوم شخصية مثل الياسر كيس، شخصية مثل الياسر كيس وقت اللي إجا الضابط قال له فخامة الرئيس شارون على الباب برا بده يفوت لعندك على القصر، قال له لا ما بيفوت لعندي على القصر، قال له شارون ما بيفوت لعندي على القصر، قال له هو بده يشوفك لإلك شخصيا، قال له إذا بده يفوت لعندي بفوت لعندي، أنا مستسلم رافع العشرة، إذا بده يحكي بشي قضية ببعث له جوني عبده ويحكي معه برا، بس أنا ما بخليه يفوت على القصر لشارون. موقف الوطني واللي كان لازم يوقفه الياسر كيس وقفه برغم كل الانتقادات اللي بتتوجه للياسر كيس بالموضوع الاقتصادي والنقدي والمالي والى آخره، كان لعب دور بمرحلة. أنت اليوم بدك حدا يجمع البلد وبنفس الوقت يأمن هالمرحلة الانتقالية تطلع منها بأقل ضرر. إيه بس إنه في يعني كل الاسم يلي أكثر شيء متداول هو اسم قائد الجيش من الأسماء الأكثر تداولا. هذا الاسم الأكثر شيء متقدم. بدك عم بقول إنه بدك تحط هذا الموضوع على سكة وأن تيجي تقول لكل الناس مين الأكثر شخصية الأكثر. أنا بعتقد حط الرئيس بري سقف، ومش بس الرئيس بري، أنا بعرف هالمعطى من فترة ويمكن حكيناها. اليوم حتى لو قائد الجيش ليس هو يعني يحتاج إلى تعديل الدستور، مش لأنه جوزيف عون وقائد جيش، اليوم طبيعة البلد والوضع القائم تحتاج إلى 86 تصور هذا صار سقف دولي وسقف إقليمي وسقف لبناني. أستاذ جان، كنت أشرت لموضوع هوكستين وقلنا بدنا ننتقل تنحكي عنه. بكرة بتل أبيب رح يجتمع بنتنياهو، زيارته أو عودته إلى بيروت مش مؤكدة حسب شو بيسمع وشو ممكن ينقل. عم بتقلي كان أنه خلافا لكل المعلومات المتداولة كان في مضمون غير المتداول بزيارته إلى بيروت، شو هو تحديدا؟ صحيح، كنت عم بقلك أنه دايما بلبنان لسوء الحظ بيبقى في روايتين وبيبقى في كثير من التابويات والمحرمات يلي ما فيك تحكيها. المعلومات بواشنطن نقلا عن ما رفعه هوكشتاين لإدارته ان اجتماعه بالرئيس بري كان اكثر من ممتاز، وقال انه اخذ من الرئيس بري ما لم يكن يتوقعه لتسهيل مهمته والوصول الى النتائج المطلوبه، وقال بشكل واضح انه حكي مع الرئيس بري بتطبيق 1701 كاملا وجديا، ووافق الرئيس بري لبل قال له واكثر من هيك. لذلك التقييم بواشنطن كان للتعريض اللي رفعه هوكشتاين، قال انه في ثلاث احتمالات، او انه الرئيس بري عم يبدي هذا التجاوب مراهنا ان نتنياهو سيتصلب ويعطل. اثنين، أن يكون الرئيس بري قد حصل على ضوء أخضر إيراني للقيام بهذه الخطوة. ثلاثة، أن يكون الرئيس بري قد حزم أمره وقدر إنقاذ طائفته وشتيعة وكل الطوائف وكل لبنان. عبلك هذا التقييم الأمريكي. فمشان هيك إيه هون في عنا مرض لبناني اسمه اللغتين والوجين والسنين، وهي بتشوفها وين ما كان، بتشوفها وين ما كان. يعني بتشوف مثلا حملة البعض على الجيش بتفكر انه حزب الله هو اللي عامل حملة، بتروح بتدقق بتطلع في شخص واحد لأوهام إلى علاقة بالوصاية السورية عامل مثلا حملة فتحها على حسابه. فهيدي المشكلة بلبنان، هذا المرض يلي ما بيخليك لا تعالج ولا تعرف الحقيقة ولا توصل لنتيجة، هاي موجودة. هوكشتاين هذا ما يقوله. بس ما الرئيس بري كمان قال انه في علامات ايجابيه بلقائه يعني مع هوكشتاين. ايه لا عم بقول لك يعني ايضا الرئيس بري عبر عن ايجابيه، وهذا اللي سمح لهوكشتاين انه يروح يحط المقترح اللي حطوه، اللي
سعد معروف نشرته أساس ميديا اليوم بالنقاط اللي موجودة واللي هي كلها سوا من ضمن الـ 1701. مش مزبوط أنه في 1701 بلاس، مش مزبوط أنه في قرار أممي تاني عن مجلس الأمن، مش مزبوط أنه في فصل سابع، في تطبيق الـ 1701 بمندرجاته كاملة، لكن بشكل جدي الشيء اللي من عمل من الـ 2006. هل هذا الأمر ممكن اليوم مع نتنياهو مع الحسابات الإيرانية بظل الفترة الأمريكية الانتقالية؟ أنا برأيي لا. مشان هيك رح نضل بالمراوحة، وبهالمراوحة رح نضل ندفع الثمن. هون الثغرة يلي ما حدا بده يحكي فيها. طب ماذا لو كان انتخاب رئيس للجمهورية يمكن أن يسرع وقف النار أو أن يضمن وقف النار؟ يعني بالقلب بدل ما يكون في وقف إطلاق نار. ماذا لو؟ ماذا لو؟ مرفوض السؤال عند البعض. إذا كان يضمن يعني بتصور ما بيقدر حدا من اللبنانيين يقول لا، لا يعني بتصور عم بيقولوا إنه ولا ممكن نقبل، لا لا وإنه لا لا. الأولوية هيك وممكن ولا بأي شكل. هون المبادرة الأردنية كانت عم بتحاول إنه ماذا لو كان فكرة دوحة 2، دوحة في عمان، أن تشكل مدخلا لهذه التسوية يلي بتأمن وقف نار، بتأمن 1701، وصولا لترتيبات تثبيت الحدود اللبنانية كلها سوا. هل في فرصة أو في احتمال للقيام بدوحة 2 بعمان؟ الكلام أنه الملك عبد الله سيستكمل مشاوراته مع القوى اللبنانية، لن تتوقف عند رئيس مئاتي وقائد الجيش. هناك استكمال إذا مباشرة أو عبر مفادين لإله بعد مش واضحة، بس واضح أنه هناك استكمال، لأنه الوضع اللبناني نحن بسبق أستاذ جورج مع الشتي، نحن بسبق مع الشتي، الله يستر من أول شتوي بلبنان. مشان هيك هناك كل المحاولات العربية والأوروبية لمحاولة إطفاء هذه النار. طيب هوني طالما عم نحكي عن الملف الرئاسي، يعني قبل ما انتقل لغير شيء، حزب، شو رأي حزب الله بالرئاسة؟ يعني بظل الميدان وبظل الحرب الدائرة، شو رأي الحزب برئاسي؟ هل مفوض هذا الأمر للرئيس بري؟ يعني ماذا لو طلب ضمانة سياسية لتنفيذ 1701؟ ماذا لو طلب ضمانة سياسية عبر رئيس جمهورية إذا بدنا نقول؟ يعني هذه أسئلة تطرح. هلأ نحن ما بنعرف هلأ بالضبط، هلأ بهاللحظة شو موقف الحزب حتى ما نبالغ ونروح. نحن اللي بنعرفه بما يخص موقف الحزب جورج، أولا هناك تفويض بالسياسة بما يخص الملف الرئاسي والملف اللي له علاقة بال 1701 لرئيس بري، هذا أولا. ثانيا الحزب قال، وبعتقد يعني هذا الشيء كمان لأنه له علاقة بشهادة سماحة سيد، قال أنه طالما سليمان فرنجية ما زال مرشحا سيبقى الحزب داعما. لو آخر شيء في واحد نزل على المجلس النيابي وصوت له لسليمان فرنجي، رح ينزلوا كتلة الوفاء للمقاومة يصوتوا له، بس بيأمنوا نصاب، وحتى لو كان هذا النصاب بيوصل لرئيس تاني، انتبه. وليس بالضرورة أن يكون يعني تصويت الرئيس بري مرتبط بتصويت حزب الله بالجلسة، لا يعني مش اخذين موقف انه بينزلوا مثل بعضهم. هلا الرئيس بري لهلا بعده عم بيقول، عندما راجعه اكثر من حدا عم بيقول له تعال دولة الرئيس نحكي بالاسامي، وصاروا يحطوا اسامي قدامه ويقول لهم انا لهلا مرشح سليمان فرنجي، روحوا جيبوا لي مرشح توافق اعلى تلتين بحكي انا وياكم، بس مش بتقولوا لي على الورقه والقلم. طالما هذا الاسم مش متوفر لهلا، انا مرشحي هو سليمان فرنجي. هيدي اثنين. ثلاثه جورج، بالاولويات اللي حاططها الحزب، الحزب هلا اليوم حاطط حاله قدام اولويه كثير كبيره، هي وقف الحرب. وقف الحرب إلا تلقله إذا بدك كذا، عم يوازيت بثلاث مسارات الحزب. في مسار أول له علاقة بالميدان يلي نحن كلنا عم نشوفه، واللي فيه تطور كتير كبير إلى حد، يعني إن شاء الله أنا برأيي هذا التطور واللي هو بصير مؤشر كتير إيجابي، أنا بعدين هو مؤشر صنع المعادلات. الحزب كان من بهالفترة اللي مرقت، إذا بتتذكر من بعد 16 أيلول ومن تاريخ البيجرز ب 17، بطل عم يصنع معادلات، صارت الناس عم تقول وين معادلات الحزب. بارح مع المعادلة اللي عملها الحزب فيما يخص المستوطنات ودعوة المستوطنين ب 25 مستوطنة، بلش يحط حاله على سكة المعادلات. أي تطور في هذا الاتجاه أنا برأيي بيكون الحزب عمليا بالميدان رجع تماسك
كما كان وأكثر مما كان بالمرحلة الأخيرة. نعم. هذا عنصر أول. العنصر الثاني هو التناغم اللي صاير بين الحزب وما بين الرئيس بري والرئيس الحكومي نجيب مئاتي. هذا التناغم واللي عم يتعبر عنه بالمحافل الدولية بباريس بكل المحلات، عم تحكي الدولة اللبنانية كليتها بخطاب واحد، عم نحكي مجلس نيابي، حكومة، قيادة جيش، كل البلد عندها أولوية واحدة. ثلاثة، وهذا ملف كمان مهم وحيوي لهم للحزب وحيوي لكل البلد، هو الملف الإنساني الاجتماعي يلي عم نقول رح أحكي عنه. هلا رح أحكي عنه. مش قبل ما أحكي عن هذا الملف بدي بالعودة لقلت سجان موضوع دوحة 2 بعمان، يعني في سقف زمني معين يعني عم تقلي بالإضافة للرئيس مئاتي وقائد الجيش ينوي العاهل الأردني القيام. عم بقول بتوقع أنه يستكمل الطرف يعني الأردني تتوقع بناء على معطيات وبناء على قراءة انه طالما اوفد وزير الخارجية، طالما الفكرة انطلقت من مؤتمر يورو مدنف ببافوس يلي فيها كل الاوروبيين العرب كلهم مفوضينه، بتوقع انه بده يستكمل. هل في سقف زمني معين؟ لا ما بعتقد، لانه حكيت انت انه الشتاء جاي ما بعتقد لسوء يعني الحظ ما في سقف زمني. ما في سقف زمني لسوء الحظ، في سقف زمني هلا او بتقول وقفت اطلاق النار من طرف واحد وهي كارثه بالنسبه للبنان على المستوى الاستراتيجي، او بتقول ادعيت على جلسه لانتخاب الرئيس، وهودي اثنيناتهم هلا مستحيلين. نعم. هلا الجورج بيصير الواحد يراقب المحطات اللي جاي، يعني انت عندك انتخابات امريكيه بخمسة تشرين تاني، في بتصور ثبتت اليوم قصه القمه العربيه الاسلاميه في جده بالرياض ب 11، هيدي استحقاق مهم كمان لازم نراقبه. بعتقد هذا مسار الاسابيع اللي جاي، مين راح يستقبل الملك الاردني الشخصيه الثالثه بعد استقبال نجيب مئاتي وقائد الجيش؟ في مسار مثل ما بقول لك انه في مسار سياسي مفتوح بس بعده ما مبين انه من هلا فيك تضمن تقول انه بيوصل ناضج ناضج لانه يوصل لنتيجه، تقدر من هلا تتلمس نهايته. نعم. يعني. بدي اختم معكم بموضوع الايواء والنازحين على ابواب الشتاء. شو بينقال عن هذا الملف تحديدا؟ لا أنا قبل ما أحكي بس بموضوع بما يخص موضوع غزة، لأنه كنا عم نحكي طالما عم نحكي عن الميدان، يعني أنا حتى بهذا الموضوع يعني لأنه بتعرف الملفين مرتبطين والمفاوضات بتصور يعني بجزء منها عم تتقاطع بين ملف غزة وملف لبنان. أنا اللي فهمته أنه العرض الذي قدم إلى حماس، خليني أقول عرض يعني باهت جداً، عرض يدعو إلى هدنة لفترة الدوحة يعني؟ لا، قدم العرض بالقاهرة لحماس قبل أن تتوجه إلى الدوحة، وصار في مداولات بين وفد حماس اللي راح على القاهرة ومن ثم مع قيادة حماس بالخارج، وحتى صار في مداولات مع قيادة حماس بالداخل. العرض هو عبارة عن هدنة لمدة أسابيع، يطلق سراح المية وأسير وبعدين بتكمل حرب. يعني عرض جايين عم بيقولوا لهم لحماس انه اعطونا الاسرى اللي عندكم وانا من بعدها بدي اسوي بكمل عليكم. واضح انه حتى نضوج يعني لم تنضج بعد ظروف وقف الحرب في غزه. موضوع نتسريم صار موضوع استراتيجي عند نتنياهو لفصل الشمال عن الجنوب. موضوع فيلادلفيا غير قابل للبحث مع اي جهه دوليه او اقليميه نهائيا، موضوع محور فيلادلفيا بين سينا وبين رفح، قضيتين جوهريتين واستراتيجيتين بالنسبة لنتنياهو. الأخطر منه هو رهان على تنفيذ خطة الجنرالات في الشمال. خطة الجنرالات يعني أنت عمليا أن لا يبقى أي شيء له علاقة بفلسطين والفلسطينيين في شمال غزة، يعني عملية تهجير، وبالتالي أن تصبح الكتلة المليونية الفلسطينية موجودة بنص قطاع غزة بدل ال 365، بكرة بتحسبها بيطلعوا لهم شيء 200 كيلومتر مربع بيتركون عليهم. وبدأ بالوقت ذاته الحكي عن موضوع الاستيطان في جمال، يعني بدهم يعملوا حماية لغلاف غزة اللي كانت وظيفته تحمي المستوطنات، بدهم يعملوا حماية جديدة لغلاف غزة عبر شريط من المستوطنات بمنطقة الشمال. وبلشت المجموعات الاستيطانية تنظم رحلات بالبحر، يعني يشوفوا على الساحل شمال غزة أي قطعة أرض بدهم ياخدوا وين بدهم ياخدوا، وعرضتها التلفزيونات للمشهدية. بعتقد أنه كمان لم تنضج ظروف الحرب بغزة. الحرب في غزة كما لم تنضج ظروف الحرب عندنا بلبنان.
بدي اختم مع موضوع النازحين. انا ماشي بموضوع النازحين. انا حكينا المره الماضيه جورج بموضوع النازحين، والحكي اللي انت قلته للوزير علي حميه بعتقد معيب الحكي عن موضوع الصلاحيات. يعني انا بهيك لحظه عن جد انه قضيه مثل نهر بيروت ست وزارات بعتقد مختلفين مع بعضهم مين صلاحيته بتبلش وين بتنتهي، وبالتالي عمليا كانه اليوم الحكي انه راح يطوف النهر وراح تطوف المسلخ والكارنتينا وما راح نعرف راح تطوف بكره المجارير ببيروت والمجاري الصرف الصحي وما حدا مسؤول. كل الناس ما في حدا مسؤول، ما في في حدا بده يكبها على البلديه والبلديه وما ادراك ما البلديه. في كارثه عم بتصير هلا لانه التمركز النزوح ببيروت جورج عم تدفع كل في بيروت اكثر من غيرها. المره الماضيه حكينا مع معالي وزير الداخليه وعن جد يعني انا يعني ما في شيء شخصي بالعكس، يعني هو ممكن يكون هو وزير اللي عم يدير هذا الملف حتى لو لم تعطي الحكومة هاي الصلاحية. هو الصلاحيات اللي عنده إياها كوزير داخلية بتأهله أنه يعمل الشيء اللي ما قدر حدا يعمله. وأعطينا نموذج أنت كيف ممكن تفتح بعض المواقف السيارات تحطها بأماكن معينة حتى تخفف الاكتظاظ عن بيروت. موضوع الدراجات النارية تقدر تلاقي لها محلات، تمنع الصف الثالث ببيروت، في محلات صار صف واثنين وثلاثة ببيروت مش عم تقدر تمرق سوكلين فتقدر تلم النفايات. في ضرورة قصة الشرطة السير تكون موجودة ببيروت. في 100 عنوان له علاقة بأنه كيف ممكن تكون موجودة معالجة الداخلية وتكون عم تقدر تكون موجودة بحياته. والأهم من ذلك جورج، وهذا عن جد تمني لإلي، يعني نحن كلنا عنا أهل، يعني أنا أقله بعرف أنه بين اللي نزحوا من جنوب وبين إخواتي اللي نزحوا من الضاحي كلنا في عنا نازحين وناس موجودين ببيروت وبغير بيروت. لازم عن جد النازحين يحترموا المحلات اللي عم بيكونوا موجودين فيها. لك حتى أنا برأيي جورج لازم حتى زرزور السيجارة ما ينكب على الطريق، مش لازم. وبنفس الوقت يعني قديش هني بدون يكونوا معنيين بأنه ما يثيروا حساسية الناس اللي حواليهم بأي شغلة صغيرة، حتى لو كان شيء له علاقة بقضايا بالرموز الدينية وبالصلاة وبالصوم بكل. أنا رأيي الأولوية هلأ مش لهي القضايا، أولوية الناس تقعد هلأ تلملم حالها تلملم جروحاتها في انتظار أن تعود إلى بيوتها. في قضايا تفصيلية جورج معلش بنحكي عنها بعدين. أعطيك مثل، كانوا عيادة نقالة لمؤسسة عامل عم تبرم على مراكز النزوح. بتعرف انه باحد مراكز النزوح شو طلعت المشكلة؟ طلعت المشكلة انه في عائلة كلها بحالة اسهال ولا سيما الاطفال. طلع في تجار مي هول اللي بيجيبوا الجالونات اللي ما بتعرف عليه شو هو الجالون المي، عم بيوزعوا مي على المدارس. طلعت المي اللي عم تتوزع على المدارس مش نظيف، غير صالحة للاستخدام مش للشرب. انت عم تعطي تحط ببروني لطفل عم تحط له اياها بمي غير صالحه للاستخدام المنزلي، يعني تتغسل ايدك مش صالحه. طيب هيدي مين مسؤول عنها هيدي؟ هلا يجي يعمل رقابه على موضوع المي. في ناس تجار شغلتهم بس بهاللحظات بيصير بيبلش شغلهم بالمي وبالكهرباء وبغيرها وبغيرها وبغيرها. يعني فمثل موضوع الفرش والوطنيات وجاي يعني موضوع الشتاء جورج كان عم بيحكي عنه الوزير. يعني موضوع الشتاء موضوع كتير حساس وخطير. ليش؟ لأنه بكرة جاي قضايا التدفئة، في ضرورة الحكومة تصرف، مصرف المركزي بده يصرف، ففي شيء بعتقد رح يضل هذا الملف مفتوح في الأسابيع في الأسابيع المقبلة. أستاذ جان الختام معك تفضل. ليك ما بدي دافع عن إدارة الدولة بس مسائب أنا بمكان بشوف حالة النزوح بشكل يومي وبشوف حالات التعبئة الحزبية لوضع النازحين. نازحين المساكين في حالات تعبئة حزبية وراهم. عندي انطباع وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كون غلطان إنك تزيل إسرائيل أسهل بكثير من إنك تزيل مخالفة بزريعة نزوح اليوم نتيجة الجو الموجود بالبلد، والله يحمي البلد نتيجة هذا الجو. بالمقابل مقارنة مع هذا الوضع اللي كل لبنان خايف منه، هذا الأسبوع شفنا مشهد آخر. شفنا كنيسة مرمرون برشعين عم تستقبل البطل محمد فرحات. حدا توقف يا أستاذ جورج وسأل شو اللي سمح بهذا التوالف؟ لأنه اللي جامع بيناتهم جوهري اسمه لبنان، وهي مش كليشيه وأنا ما بطيق الكليشيهات بس هيدي عبرة لكل واحد موجود على هالأرض. بس هيك نكتشف ونتعلم ونعترف ونتأكد انه وقت اللي بيكون ولائك للبنان وانتمائك للبنان وخيارك لبنان وقرارك بلبنان وسلاحك للبنان وعلمك لبنان
كل لبنان بيكون لألك، وكل بيت بلبنان بيكون أهلك، وكل ضيعة تستقبلك بطل، وكل منطقة بتفتخر فيك شهيد. هيدي عن جد أمثولة وعبرة ضرورية لبكرة ولليوم التالي من بعد التسوية، إذا بده يبقى عنا بلد وإذا بدنا نرجع نبني بلد. شكرا لك جان عزيز، شكرا لك حسين أيوب، نلتقى الأحد المقبل معكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. بعد الفاصل الإعلاني أستقبل مباشرة عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو، الصحافي محمد علوش، ومن طهران الباحث السياسي سعيد شاوردي، ومن ديترويت الصحافي علي منصور، بعد هذا الفاصل الإعلاني. نتابع هذه الحلقة من وهلأ شو، أستقبل في استوديو هلأ شو عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو والصحافي محمد علوش. أيضا سينضم لنا مباشرة من طهران الباحث السياسي الدكتور مسعود شاوردي، ومن ديترويت في الولايات المتحدة الصحافي علي منصور. أستاذ مارك ضو مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أستاذ محمد علوش مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ معك أستاذ مارك، من بالأمس يقول أموس هوكستين أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701. غدا سيلتقي نتنياهو في تل أبيب، ممكن يرجع على بيروت بعد مش مأكد عودته إلى بيروت. لحد هلأ ما في مواعيد أخذها لا من الرئيس بري ولا من الرئيس مئاتي. اليوم أين لبنان من لعبة ترتيب الحلول؟ هل تنجح الإدارة الأمريكية الحالية في الوصول إلى حل معين قبل 25 الثاني موعد الانتخابات الأمريكية؟ أنا بتقديري مستحيل، يعني هذه الجولات هي بس لضبط الإيقاع، بس ما بتخيل أبدا بالوارد أنه يكون في حلول جدية خلال هذه الفترة. يعني بكون كتير متفاجئ وإن شاء الله أتفاجئ ويكون في حلول ممكن يبدأ تطبيقها هلأ، من وقف لإطلاق النار لإطلاق بلبنان وبغزة طبعا، نقدر من خلاله نحن نبلش نروح باتجاه حلول. بس بتصور صار واضح أنه أموس هوكشتين من آخر زيارة عملها للبنان وهلأ زيارته على تل أبيب، يعني كلياته رايح بإطار التهدئة ما قبل الانتخابات كرمال ما يصير في أي تفاعلات بالمنطقة تأثر سلبا على مجريات الانتخابات بأمريكا بآخر، يعني باللحظة الحرجة يتفجر الوضع بالشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى. فأنا برأيي زيارته هو وبلينكن وراء بعضهم مع زيارات للخليج مع كل المساعدات اللي عم تصير مع مجموعة المبادرات مع مجموعة الأجواء الإيجابية اللي عم تظهر، يعني عم تظهر هلأ بين قطر والسيسي وكل اللي عم نسمعه، أنا برأيي كلياته إبر بنج من هلأ لا تخلص الانتخابات. تخلص الانتخابات 5 الشهر بالليل، 6 الشهر ببلشوا تليفونات التهنئة، وعلى أساسها ببلش الحديث بأي جهة بدنا ناخد، لأنه الكل بيعرف مع أي إدارة عم بيتعاطى ومع أي إدارة عم بيحضر ليروح. بالإضافة حدا مثل أموس هوكشتين يعني ب6 الشهر بيكون صارت الانتخابات، ممكن ما يبقى لعشرين كانون تاني بس ممكن هي يفل قبل، لأنه بس عم بينقال انه كمالا هاريس طلبت منه يبقى لاخر السنه في حال انه هي فازت بالانتخابات. صح، بس عرفنا كمان انه هو قبل عرض من شركه خاصه ونقل على القطاع الخاص وممكن ينتقل لشغله، فبتصور اذا ما حاسس في امكانيه حقيقيه ليعمل هو مساهمه جديه بهذا الموضوع بتصور يعني بيعطي أولوية لحياته الخاصة. هلا يعني صرنا عم نناقش خيارات أموس هوكستين الخاصة والمهنية والعملية لأنه مرتبطة بمصير الحرب عنا، يعني لأنه ما في محاور اليوم قادر يضغط أستاذ جورج، لأنه ما في حدا قادر يضغط على إسرائيل غير الأمريكان، وكلياتنا عارفين أنه المدخل الوحيد لتوصل لأي نتيجة من الإمداد العسكري للصواريخ لا إلى آخره لكل شيء عم تقصفه اليوم إسرائيل، واستنفذت طاقاتها. يعني كل التقارير بتقول أنه صناعاتها للذخيرة محدودة، إذا الأمريكان ما بيبعتوا لها عندها إشكالية، لأنه إلى سنة ونص نازلة دك، وأصلا آخر تقرير هلأ طالع عن غزة ضاربين 36 كيلو انفجارات لكل شخص بغزة. يعني
نوعية وكمية القصف يلي معمول على البشر مرعبة. لا تصدق، مرعبة. فاليوم كرمال هيك أمريكا، وأنا برأيي يمكن من هون شفنا ضربة الإسرائيلية على إيران كانت مضبوطة هالقد بمعايير محددة. مش عم بقلل من قيمة الاشتباك، لأن الاشتباك الإيراني الإسرائيلي خطير جدا وجدي جدا. يعني أبدا منه التفصيل، ومني مع أنا هيدي حكي المسرحيات والتفنيصات وإلى آخره، ولكن إنما الضغط الأمريكي هائل لدرجة وفعال لدرجة كان خلال ضبط هذه الضربة كانت القصة عم تصير مثل ما الإيرانية عبر السويسرية بلغوا وين رح يضربوا، هلأ نفس الشيء إسرائيلية عبر الأمريكان بلغوا وصارت الضربات. كرمال هيك كل هالصواريخ وأربع ساعات بالأجواء الإيرانية وقصف على الأس 300 وعلى مقرات تصنيع الصواريخ وغيره بيعلنوا أنه توفى أربع إيرانية فقط. طيب أنا بدي أنقل هذا الأمر تأحكي عن نقطة معينة أستاذ محمد. يعني لما منشوف أنه هالقد دول القرار الحربي إذا بدنا نسميها من واشنطن لطهران لتل أبيب قادرة كانت أنها تضبط إيقاع هذا الرد بهالشكل، طب ليش يعني وين موقع لبنان يلي هو ساحة نار ملتهبة؟ ليش لبنان منه مدرج كان ضمن إطار أو منه مدرج ضمن إطار هذا الضبط إذا بدنا نقول، أو ليش يترك وحيدا بمواجهة عاصفة النار الإسرائيلية؟ لأنه ببساطة أستاذ جورج مثل ما قال أستاذ مارك، ما في غير الأمريكان اليوم بيقدر يأثر على قرار إسرائيل، والأمريكان واضح أنه هن عندهم أمر بيقبلوا فيه وأمر ما بيقبلوا فيه. هن لليوم بعضهم رافضين الحرب الإقليمية الواسعة، رافضين الحرب بالمنطقة، إنما بنفس الوقت هن موافقين وداعمين للآخر لا بنيامين نتنياهو ليحقق إزالة ما يعتبره الخطر المحيط بإسرائيل بالمنطقة، يعني إن كان بغزة ولا إن كان بلبنان ولا مرورا بجنوب سوريا وبعدين العراق. هذا الضبط اللي عم بيقوم فيه الأمريكي بادلوا الإسرائيلي بالموافقة والرضوخ لمطالب معينة إلى جانب عوامل أخرى ما بتقل أهمية منها، على سبيل المثال التهديد الإيراني بإشعال المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية، وأيضا التدخل الروسي مع بنيامين نتنياهو مؤخرا لوضع خطوط حمر حول الملف النووي الإيراني وملف البنى التحتية الإيرانية والنفطية. طبعا رضخت إسرائيل، وكانت النتيجة هذه العملية اللي شفناها اللي يعني بتخلي كل طرف يقول انه هو رد اعتباره وعمل انجاز. طيب عال يعني صار في هيدا الترتيب، ليش متعذر الترتيب على الساحه اللي هو لانه هذا الترتيب بده يضل مفتوح للنار وحيدا، يعني هذا الترتيب معمول لمنع حرب اقليميه شامله، هذا اللي امريكا عندها خط احمر تحته من بدايه حرب العدوان على غزه لليوم. انما هي ما عندها مشكله مع اللي عم بيحاول يقوم فيه نتنياهو، عم تعطيه كانت دائما الوقت والسلاح والدعم السياسي والدعم بالمحافل الدوليه لاستكمال حربه بالمنطقه على غزه على حركه حماس وفي لبنان على حزب الله اليوم. ماذا عن دور طهران؟ ليش طهران لم تدرج بند لبنان باطار هذا الكلام يلي عم بيصير او هذا الاطار المضبوط يلي عم بيتم التعامل فيه مع الامريكان وعبرهم مع الاسرائيليين؟ هذا السؤال كثير مهم. اليوم ايران عم بتعول على أمر بعد واحد اللي هو الانتخابات الأمريكية. الانتخابات الأمريكية رح تفرز فريق من الفريقين الجمهوريين أو الديمقراطيين. برأيي الفريقين بيسعون بطريقة أو بأخرى لإنهاء الصراع في المنطقة، ولكن في فرق كتير كبير. اليوم الفريق الديمقراطي صار مسلف الإيراني والإيراني مسلفه، والإيراني يعول على نتيجة هذه الانتخابات ليسترد ما تم تسليفه ووقف هذه الحرب والوصول إلى اتفاقات نووية وتسوية شاملة في المنطقة. بينما الجمهوريين إذا وصلوا هن ترامب المعروف باستخدامه لسياسة الضغوط القصوى، هو بده وقف الحرب، إنما هو رح يمضي للآخر مع نتنياهو بسياق طلب استسلام الفريق الآخر مش الوصول إلى تسوية. فإذن إيران ناطرة مع مين بدها تتعامل؟ مع إيران عم بتراهن إلى اليوم بكل تحركاتها وخطواتها العسكرية والسياسية، عم بتراهن على تاريخ الانتخابات الأمريكية. مشان هيك نحن بنقول دائما هذا التاريخ، تاريخ الانتخابات، هو أمر مفصلي أساسي بالمنطقة. وأنا بأيد كمان اللي قال أستاذ مارك، ما رح يصير في أي حل قبل الانتخابات. ليه؟ لأنه بس عفوا الكف الفكرة، اليوم الإسرائيلي قال له لبايدن أنا أقصى ما يمكن أن أقدمه لك قبل الانتخابات أو لهارس هو هذا الجو من التفاوض والتهدئة والضرب الإيرانية المحدودة بقدر أقدم لك إياه قبل الانتخابات، وبالتالي هو بيكون خلى أجر مع الديمقراطيين
وما أعطاهم وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب بالمنطقة اللي بتشكل ضربة لترامب قبل الانتخابات بعشرة أيام، فخلى إجر مع الديمقراطيين والحرب مستمرة. ومن بعد الحرب بيشوف نتنياهو أي إدارة رح تجي وكيف رح تتعامل مع بعد الانتخابات، أي إدارة رح تجي وكيف رح تتعامل مع الحرب، وبناء عليها بيقرر. هذا اللي بدي ناقشه معك أستاذ مارك. أنت عم بتقول أنه بعد 25 تاني، بعد انتهاء الانتخابات وبعد انتهاء التهاني للفائز، تبدأ مرحلة الاتصالات والمفاوضات الجدية. بس شو السيناريوهات المتوقعة؟ أول شيء وكأنكم حسمتوا أنه من هلأ لخمسة تشرين ما رح يكون فيها الفلتان بالتصعيد الكبير، لأنه الإدارة الحالية عم تعمل جهدها مع الإسرائيليين ومع نتنياهو، ويضل في إيقاع معين مضبوط أنه مرقوا لنا هالعشرة أيام بدون ما يكون في فلتان أو تصعيد كبير في الشرق الأوسط. هيدا كان كتير واضح من لما بعتوا منظومة الثاد الأمريكان، عملوا تحصين كامل. صرت أنت اليوم عم تتعاطى مع دفاعات أمريكانية مباشرة، وعلى الميل الثاني ما في ضرب للنفط وما في ضرب للمنشآت النووية، وبالتالي كمان وصلنا لمحل أنه الضربات هي بمؤسسات مصانع عسكرية. هيدا بالنسبة لإيران، بس بالنسبة للجبهة اللبنانية، هل زيارات أموس هوكستين وبكره الجبهه اللبنانيه هل عم بيسعى لايقاع مضبوط من هلا لخمسة تشرين برايك؟ لا، ما بتصور في ايقاع مضبوط اصلا. الاسرائيلي الاسرائيلي ما بيرد وحزب الله ما بيرد. اليوم انا برايي نحن بلبنان بهالعشرة ايام شو ناطرنا برايك؟ نفس الاشتباكات اللي عم نعملها نحن هلا، ما في ضربات قاضيه. اليوم نحن صرنا بمحل انه كل اللي موجودين اليوم بالجبهه عم بيقاتلوا، هن بس ناطرين تسوية إقليمية. هلأ في بديل تاني هو يلي دايما نحن منقفي عنه، أن الدولة اللبنانية تنتخب رئيس وتاخد قرار. لما تنتخب رئيس وتاخد قرار وتقول أنا هيدي مسار الحرب ولوين بدي روح، بصير كل حديثنا بيتغير. ما عادش بنحكي بس هيدا رح شو عم بيعملوا فيه. شو عم بيعملوا بأمريكا هيدا رح نناقش اليوم بالواقع الحالي. كل المطلوب وكل المحطوط على الطاولة بالنسبة للبنان هو استمرار الوضع كما هو عليه، حتى يصير في تركيبة إقليمية، لأنه ما في قرار لبناني موجود. بستة تشرين الثاني بتلفن نتنياهو والسعودية ومصر وكلهم بهنوا، بيقولوا له بأي اتجاه من نروح للرئيس أو الرئيسة. بس أنا هون بدي أحط سيناريوهين. إذا طلعت كمالا هاريس شو بيكون؟ إذا طلعت كمالا هاريس شو بيكون؟ أنا برأيي إذا طلعت كمالا هاريس، كمالا هاريس على تنسيق مع بايدن راح تقول له حمول التقل انت، طالما هيك هيك رايح تقعد بالبيت، زعل هالإسرائيلية انت، انا ما بضطر احملهم لما انا اوصل بعشرين الشهر، بلش خنقهم من هلأ ليجوا مستويين، لما انا استلم بيكون الحل جاهز. أوكي. اذا اجا ترامب نتنياهو راح يحكي مع ترامب، ترامب بيقول له ما بتوقف لحديت ما انا استلم، لانه انا بنهي الحرب، ما بدي بايدن ينهي الحرب. هالقد. فأنا برأيي بيجي ترامب بيبيعوا إياها، بيسلفوا إياها بيجي نتنياهو بيسلفوا إياها لترامب، بيقول له تكرم عينك لما توصل منشوف شو بيعمل. شو بيصير فينا نحن بلبنان؟ منكون نحن قاعدين نفس الشيء، هذه التسوية العامة، لأنه نحن ما عم ناخد قرار لبناني بالمؤسسات اللبنانية، عم نترك نحن حالنا عرضة أو قطعة بيداء بالمفاوضات الإقليمية اللي عم بتصير، وبخبرونا شو بيصير. بالمقابل إذا كان هيدا السيناريو، يعني بيطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلي هو أكثر طرف غربي ودولي حريص على لبنان، وعم بيعمل مؤتمرات وعم بيتواصل مع كل الأطراف، وكمان موقفه تجاه نتنياهو وتجاه إسرائيل كان موقف متقدم يعني، وكان موقف لافت، بس بيقول ماكرون إنه إيران تدفع بحزب الله لمواجهة إسرائيل، ودعا إلى احترام القرار 1701 وتطبيقه من كافة الأطراف. طيب إذا هيدي هي الصورة، فإذا كمان في مسؤولية، يعني إيران عم تستعمل لبنان كورقة، فإذا أول شيء أنا بس بملف مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة بغض النظر عن أي إدارة بتكون. قبل ما أجاوبك أستاذ جورج على هذا السؤال، أنا بس بدي أوضح نقطة. اليوم أستاذ مارك عم بيقول أنه الدولة اللبنانية غائبة عن المشهد، إنما الواقع بيقول أنه رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة هن اللي أصدروا وأطلقوا موقف لبنان الواضح من الحرب،
هن اللي عم بيفاوضوا وعم يتفاوضوا مع المبعوث الأمريكي الوسيط بهذه المرحلة اللي نحن بنعتبره وسيط، إنما هو المتوافر حاليا، وهن اللي عم بيشاركوا بالمحافل الدولية والمؤتمرات الدولية، وهذا موقف لبنان الرسمي. ما فينا نجي اليوم نحن نضحك على الناس نقول لهم إنه بس ننتخب رئيس هذا الرئيس رح يجي يوقف الحرب، لأنه الواقع مش هيك. اليوم بنيامين نتنياهو بشروطه لوقف هذه الحرب ما في شيء اسمه انتخاب رئيس جمهورية لبناني، في شيء اسمه استمرار بحق العمل العسكري على الحدود مثل ما عم يعمل بغزة، في شيء اسمه ب 3 كيلومتر منطقة خالية من السكان والسلاح، في شيء اسمه باستمرار الحق بالطلعات الجوية. هولي كلياتهم ما لهم علاقة بانتخاب الرئيس. انتخاب الرئيس إذا نحن بلد بيحترم حاله وبيحترم شعبه وبيحترم سيادته، نحن ما بننتخب رئيس تحت الحرب، ما بننتخب رئيس بعز التفاوض الدولي. ماذا لو كان هذا الرئيس أو انتخابه مقدمة أو يساعد بالوصول إلى وقف إطلاق النار؟ مين يلي قال؟ هون مين الفرق بوجهة النظر؟ مين يلي قال إنه بيساعد؟ يعني مين يلي قال؟ في اليوم الإسرائيلي ما عم يحكي عن انتخابات رئاسة. في وجهة نظر تقول إنه إيه؟ أستاذ علي، نحن ما عم نحكي عن رئيس بيجي إذا انتخبنا رئيس بتا كلياتها، بس لما يجي الرئيس بإرادة لبنانية هيدا يعني صار في عنا إمكانية لإنتاج قرار وطني. اليوم نحن حكومة تصريف أعمال ورئيس مجلس يلي ما له علاقة بالأمور التنفيذية عم بيجوا هني لو يا جرجا كرمال هيك عملوا عين التينة درزة سنة إلى آخره، وبعدين عملنا لقاء بكركي كرمال لنقول لا نحن والمسيحية مع بعض. هيدي بعدها مجموعة عشائر ما عم نتعاطى بعد مؤسسات. إذا اليوم المجتمع الدولي بده يقول في شيء تغير بلبنان لازم يكون في مؤسسات كاملة الصلاحيات. ثانيا اليوم لما نقول حكومة ورئيس جمهورية ما عم نحكي نحن بس رئيس جمهورية نزل من السماء قديس ما في شيء، عم نحكي عن رئيس جمهورية قادر يقول وقفوا الجبهة. لما يقول وقفوا الجبهة يعني حزب الله بده يسمع له وكل الباقيين بده يسمعوا له، بس ليقدر يفاوض بده يكون عنده قرار وطني. قال اليوم كل الموجودين إذا ما بيمونوا على اللي عم بيقوس يعني هني ما بيمثلوا كل اللبنانية. بس موضوع إطلاق النار من طرف واحد هو أمر مستحيل. ما عم بقول مستحيل. مش عم بقول نعملها، بس عم بقول القرار. إذا إجا رئيس طلب والحزب ما وافق شو بيكون؟ صلاحية من؟ بس هون صلاحية المؤسسات القائمة اليوم. لا بس عم بقول لك أنتوا بالمجلس النيابي بقيتوا سنتين بفراغ، لما صارت الحرب صرتوا عم تقولوا الرئيس هو الخلاص. عطلونا نحن ما بقينا. لا لا كمجلس نيابي أنا ما عم بتهمك لك، أنا عم بقول مجلس نيابي ككل ما أنتج رئيس، إنما اليوم بنقول بالحرب إنه صار هو الحل. بس قال شغلة الخلاف السياسي اللي حيضل قائم بعد الانتخابات الرئاسية. قال شغلة الأستاذ محمد، قال لو إجا رئيس جمهورية وطلب إنه يصير في وقف إطلاق نار وحزب الله ما وافق شو بيكون؟ ما هيدي المصيبة، ما هيدي بنرجع على نفس الشيء، في قرار وطني ولا لا؟ لا، ما بدنا نعمل دولة ويكون عندنا قرار وطني ولا لا؟ ما بنعملها بالحرب. أنا ما معترف لا بالدولة ولا بالرئيس. ما بنعملها بالحرب. ما بنعملها بالحرب. اليوم مفروض لا بنعملها قبل الحرب ولا بنعملها بالحرب ولا بنعملها بعد الحرب. بنعملها قبل الحرب كان لازم، وكان لازم يكون عندنا رئيس قبل الحرب، أو بنعملها بعد الحرب بصير عندنا قرار وطني. حرب الإسناد. طيب نحن اليوم إذا عم بنشوف آراء القوى السياسية، هل بده يعملها قبل الحرب؟ بس ليه ما عملناها قبل الحرب؟ ما في حرب إسناد. ما فتحنا حرب اسناد بلا ما انتخب رئيس. فراغ الرئاسي يسبق الحرب على غزة. طب عظيم، ليه عملناه؟ صح. طيب صارت الحرب. طيب ما كان في حلول. من 2019 نحن عم نعاني من أزمة اقتصادية وأزمة سياسية. مين المسؤول عن عدم مين الحلول؟ مين اللي عم يحضر الجلسات؟ يعني إذا بتسأل أستاذ مار. أنا ما عم صوب على حدا، أنا عم أقول هيدي القوى السياسية اللي ما قدرت تنتج أي حل بالمرحلة الماضية، هل بيتخيل حدا اليوم تقدر تنتج حل يرضي كل الأطراف بما يتعلق بالحرب اللي دائرة اليوم على الحدود اللبنانية؟ بس هي مسؤولية تنتج. إذا بدك تاخد قرار وطني بدك تاخد قرار بالأساس، قرارنا بالأساس بدنا دولة كلنا شركة فيها ومنقرر مع بعض مننتخب رئيس بكرة. بدنا دولة بعدنا بنفس المنطق، كل مين إيده إله كل واحد إله حصته، بنتفاهم مع بعضنا بالتوازنات العشائرية. لا ما رح يطلع لنا دولة، لأنه مين ما يجي القرار مش عنده، القرار عند خمس زعماء بمثلوا الطوايف والميثاقية أقوى من كل مؤسسات الدولة بأمها وأبوها. هذا منطق ما بيمشي. هذا اللي عم نقوله أنه ما في اتفاق على أصلا اتخاذ قرار وطني. خليني حول موضوع حزب الله. اليوم حزب الله ولا حتى الرئيس بري ولا غير ولا حتى نجيب مئاتي، بيطلع نجيب مئاتي بيقول أنا ما عندي قرار الحرب والسلم أول الحرب. ما نحن عم نجي نحكي عن أشخاص بالدولة بيتصرفوا مش كأشخاص دولة، بيتصرفوا كممثلين لمجموعات. طيب بس اليوم أستاذ مارك، اليوم رئيس الحكومة نجيب مئاتي من شهر لليوم عم بيضل يكرر بيقول 1701 انتشار الجيش في الجنوب، بسط سيادة الدولة كاملة على كل أراضيها. ممتاز. الرئيس بري أيضا يتحدث عن 1701، أيضا يقول أنه
انه اجواء عين التيني متفائله من بعد زياره هوكستين، وانه الاتفاق على 1701 وما سمعت منه اي اضافات لها علاقه بال 1701. طيب هذا موقف الدوله اللبنانيه، هذا الموقف، انت نائب بالبرلمان، الا يرضيك هذا الموقف؟ برجع هذا موقف موجود من 2006. طيب. نفس الزمره اللي عم نحكي هي. عنها واللي عديته من 2006 هي. لليوم بيسمعوا نفس الحكي، ما بيعملوا ولا قرار وطني فيه. طيب كيف بده يكون؟ انا كلياتنا وصلنا على هي النتيجه من ورا القصه. رئيس الحكومه عم بيقول لك انا مستعد، ورئيس مجلس النواب مستعد، بس الطرف الاخر العدو منه مستعد. الدوله اللبنانيه من 2006 36,000 خرق لل 1701 بها 18 60 60 70 80,000 مش بعددهم. الدولة اللبنانية لمن شهرين لقالت بدي 8,000 عسكري يبعتهم على الجنوب، من شهرين مش لما بلشت حرب الاسنان. اليوم عرفوا قيمة 1701، واليوم عرفوا قيمة تنفيذ القرارات الدولية، واليوم عرفوا قيمة الشرعية الدولية. وبعدنا لمبارح بيطلع الرئيس بري بيقول تخطينا ال 1559 وهو بنص ال 1701. بس بقول لك يعني بعدنا عم نحكي بنفس المنطق يلي معتبر فينا نتذاكى على كل الكرة الأرضية لو بلدنا عم يندك. ما هي المشكلة نحن وياهم استاذ جورج، نحن وياهم، نحن ومين يعني؟ نحن والفريق الآخر. نحن والفريق الآخر. المشكلة نحن وياهم إنه لما بيحكوا عن هذا الموضوع بالتحديد ما حدا منهم يجيب سيرة إسرائيل للأسف. يعني طيب لبنان لم يطبق 17-01، أنا رح سلم معك وامشي. ما منجيب سيرة إسرائيل جماعة، إسرائيل تنتهك كل يوم القرار 17-01. متفقين. إذا طبق لبنان 17-01 شو الضمانات لديكم أنه إسرائيل تلتزم؟ ما في على ضمانات. أكيد مش سلاح حزب الله. ما في ضمانات على أكيد النظر. بغض النظر أنت بالنسبة لك أكيد لا، بالنسبة لغيرك أكيد إيه، بس شو هي الضمانات؟ ما أنتم ما بتقدموا ضمانات. بس ليه أنتم بتطلبوا بنزع سلاح وبتقلي بناء دولة؟ هذا صار اسمه صراحة ضحك على اللبنانيين وخاصة الجنوبيين اللي جربوا هذه البناء هذه الدولة من التسعين من وقت اتفاق الطائف لليوم، ولا يوم شافوها للدولة. الدولة اليوم اللي نحن عم نطالب تحمي جنوب ما قدرت تنظم السير يوم النزوح الكبير ب 23 ايلول، ما قدرت تنظم السير على طريق الاوتوستراد لبيروت. من ال 2000 تحرر الجنوب صح؟ تحرر بفعل هذه المقاومة، بدك تقول هيك لأنه ما كان في لا دولة ولا بعد. معك ومعك بتاريخ كل المقاومة من أول نهار من 78 لهلا 74 من 78 ل 90 لل 2000 تحرر الجنوب بال 2000، من ال 2000 و 2006 أغلب الجنوب تحرر كله. لا من ال 2000 لل 2006 مين؟ بأي خرائط كله؟ في عنا اراضي يعني عملنا عيد التحرير والمقاومه طبعا انما في عندنا خلاف حد كان عندنا خلاف مزارع شبع ومزارع شبع بيننا وبين سوريا 2006 صار في عندنا مزارع شبع قلنا لبنانيه بس خلاف بيننا وبين سوريا لانه نحن بالستينات يعني اذا خلاف بيننا وبين سوريا بنسمح لاسرائيل تحتل لا 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 انا عم بقول لك اراضي لنا عم بقول لك اراضي لنا يعني بعد في اراضي محتله بس انت من 2000 لل 2006 حزب الله ما كان بده الجيش بالجنوب، بعد حرب ال 2006 طلع ال 1701 صار عندنا جيش بالجنوب، وهلا بعد ال 2024 رح يصير عندنا بس الجيش بالجنوب. اليوم من الواضح كل مين جرب يعطل وصول الدولة للجنوب، اليوم الدولة وصلت على الجنوب، معلل كل المدارس اللي تعمرت بمجلس الجنوب، شفناه للرئيس بري هديك النهار، بيقول لنا قلبي على 400 مدرسة اللي عمرتهم. طب هول مش دولة؟ الطرقات مش دولة؟ الاوتوسترادات اللي بتوصل للناقورة مش دولة؟ الكهرباء مش دولة؟ هذه حقوق واساس الامن. بس هيدي دولة اساس الحقوق اللي بياخذها المواطن من دولته هو الامن. عظيم هذا الامن بجنوب نحن ولا يوم حسينا فيه بوجود دولة وهو فعلا هيك. طيب الجيش اللبناني خلينا نطلع خلينا نطلع نسال اهل عكار استشهدوا ثلاث جنود من الجيش اللبناني نسال اهل عكار خلينا نسال اهل عكار شو كانت ردة فعل الدولة اللبنانية؟ شو كان استهدف الجيش الاسرائيلي جنود الجيش اللبناني استنكرت وقدمت شكوى وعملت الشغل اللي لازم شو بيعمل بعد ترك الجيش بالجنوب شو بتعمل هذه الشكوى بعد ترك اخي معلش لا عن جد جد شو الشيء الثاني اللي بيعمل غير انك تتمسك مع اسرائيل شو مع اسرائيل القوه اللي بتعمل وين عملت عملت وراح تعمل كسر وين عملت عملت وراح تعمل وين عملت شو هو كسرت الضاحيه هذا التدمير هذا التدمير ولا يوم ولا يوم كان هو بينهي حروب شو عمل لي ولا يوم ب 2006 شو عمل لي سلاح غير كسر البلد هالمره انت يمكن ما عمل لك انا عمل لي اسناد يا اخي شو عمل لك انا عمل لي انا خلاني عمر على الحدود برات بيوتا انا حرر لي ارضي بجنوب وخلاني عمر على الحدود هي هلا قاعد بالمدرسه هذا بسبب اسرائيل مش بسبب السلاح بسبب اسرائيل بس ما انت هيدا السلاح اللي موجود ما خليك تعمل حل دبلوماسي تحمي بلدك غير صحيح صحيح انه الحل الدبلوماسي بيحمي بلدي بظل الاطماع الاسرائيليه ما قدر يحمي ولا قرار دولي شو اللي بيحمي البلد ولا قرار دولي شو اللي بيحمي البلد نحن ما بنشوف
شوف الاسرائيلي لما خزق ميثاق الامم المتحده على منبر شو اللي بيحمي البلد اليوم؟ شو اللي بيحمي بوجه البلد؟ العدو الاسرائيلي ما يحمي البلد هو ان كان جيش قوي وقادر ومسلح، وهذا امر انا بالنسبه لي بعتبره مستحيل. هذا ما بيجي يا اخي، مش جيش قوي وقادر يفوتوا على الجيش، مش لبنانيه. الحزب قوته انه مش جيش. شو لما أوتو؟ يصير جيش بك يا اخي، شو قوته لما يصير جيش نظامي؟ ما تقول لي قوته اذا بتريد، لما يصير جيش كسر البلد. ما نقول قوته، مش ببلاش البلد، ما مات الناس ببلاش البلد، وقبلت الناس ببلاش، وبال 2006 تكسر البلد. ايه اسرائيل، ما انا عم بقول لك كيف نحن حررنا بال2000. اول مره بسمع انا اول مره بسمع مقاومه بال2006 بتروح بتستجر اجتياح، وبعدين لو كنت اعلم، وبعدين بال2024 بال23 بتعمل حرب اسناد بتستجر مشكل. يا خي انت بدك تحرر ارضك ولا بدك تفتح مشاكل؟ ارضي محتله، بدي احرر ارضي. يا خي بدك تحرر ارضك بخلاف، رحت حررت ارضك البحريه باتفاق، ما استعملت بوريد عال، والخط الازرق كان فينا نحرره، هيدا أمس هوكشتين عم بيقلنا 1701 والبيوان والخط الازرق. ما لنا عايزين السلاح. انت عم تسمع الاسرائيلي شو عم بيقول؟ بس يا اخي شو بدي عدوي اسرائيلي؟ عدوي شو بدي؟ استاذ مار، انا بدي وجه عدوي بتضامن وطني عبر المؤسسات والدوله. استاذ مار هيك بنعمل دوله، هيك بنحمل وجود الشيطان الاسرائيلي يلي حامل باروده برات الدوله. اذا حملها بقلب الدوله ببدله الجيش بيشرفه، هيدا حكي بيشرفه، بيقدر يعمل اي حكي. في نقطه اخرى، لخي الصاروخ ما له طايفه يا اخي، لا الباروده ولا النفق، لا الجيوش العربيه يا اخي، جيوش عربية سقطت. القدر الوحيد ينتصر على هذا الجيش الإسرائيلي هو هذا النوع من المقاومات. مش دقيق لما تتحول، لا دقيق لما تتحول لجيش، لما تتحول لجيش نظامي سقطت. دبلوماسية ربحت، مصر حررت أرضها، الأردن حرر أرضه، هول كلهم حرروا أراضيهم. هذا مش دبلوماسية، هذا استسلام. لا منه استسلام، حما شعبه. اسأل الشعب المصري إذا استسلام ولا لا. حما شعبه. أنت اليوم بتطالب بإصلاح سياسي، عم تيجي تحكي بمصر؟ يا أخي أنور السادات ما حدا محله بالاردن، بالنظام الملكي بالاردن. ايه النظام الملكي بيرفع الراس، نظام الملكي بالاردن عم يعمل وطن ترميل للفلسطينيين اليوم مثل ما لبنان بيصير اذا اسرائيل ربحت. طيب لحظه طيب المسار اللي بيوصلنا للحل، أيه. بالنسبه للاستاذ محمد عم بيقول المقاومه والسلاح والقوه وبدات هي اللي بتفعل مع اسرائيل. هي قبل الاسناد. لا هي قبل الاسناد خلصت هيدي. اليوم اليوم بالميدان، يعني لما بيصير في جنود للعدو عم بيسقطوا قتلى، لما بيصير في الحرب البرية منا نزهة بالنسبة للإسرائيلي، لأنه في مقاومة عم بتكون بالواجهة، لما بيصير في تهديدات أرسلت إلى مستوطنات موجودة بالداخل الفلسطيني المحتل، كل هذا ألا يشكل عامل قوة للبنان وعامل قوة للدولة اللبنانية كمان خلال مفاوضاتها؟ أنه أنا زعجت الإسرائيلي بس دمرت بلدي. وبرجع بزيد لك شغله، خليني زيد لك شغله. استثمارك الاسرائيلي خليني زيد شغله. كل واحد قاعد بجنوب اليوم عم يدافع عن لبنان انا بحترمه ومعه ومع صموده. انا ما بدي تروح كل هيدي التضحيات تنباع لانه الايراني بده يفاوض ولا حدا بده يفرط للدوله اللبنانيه ليتركوا ساحه مفتوحه. انا اليوم كل هيدا الشيء اللي عم بيصير بالبلد إذا منه نتيجته نرجع كلياتنا على مؤسسات الدولة وكلياتنا نلتزم ويصير عنا قرار، الحكومة اللي بتقرر حرب ولا سلم، الحكومة بتقرر إذا بنبعت الدرون ولا لا، الحكومة بتقرر إذا بنضرب الصواريخ ولا لا. أنا قبل ما تصير الدولة اللي بتمثلني وبتمثل الكل بكل طوايفهم هي عم تاخذ القرار، أي شيء برات الدولة أنا ماني معه. شو الغلط بهالكلام؟ العودة للدولة، الغلط في الدولة اللي هي ترعى كل الناس. غلط واضح وبسيط. شو؟ بدي الدولة تاخد قرار تضرب الصاروخ وتضرب المسيرة، بس أنا بدي الدولة يكون عندها صاروخ وعندها مسيرة قبل ما تاخد قرار تضرب. ما قال لك خلي حزب الله هو سلاح. يا أستاذ جورج هيدا الموضوع عن جد، يعني للمرة الأخيرة هيدا حكي شعبوي. هذا سلاح هو قوي بيد هذا النوع من المقاتلين وهذا النوع من التكتيك العسكري. يعني بس يعني هيدا السلاح قوي لأنه إيران بدها إياه. شو بدك بإيران؟ هيك يعني عم يقول هذا السلاح يعني وجد قبل الثورة الإسلامية بإيران. يا أستاذ مارك ما تتبعوني ما بالـ74 اللي عم بحكي عن السلاح الموجود اليوم. هذا سلاح هو نتيجه هذه العقيده، لانه الفكر. اللي كان حامل هيدا السلاح بال87 و88 الحزب الشيوعي كان عم ينقتل لما يعمل عمليات، هذا والحزب الاولي كان عم ينعدم لما يعمل هيدا عمليات، وهول كلياتهم من وراء النظام السوري اللي قرر بعد تسويته مع ايران انه هول بيكونوا بس معهم. نحن اليوم عم نجي نقول بدنا نكمل بميليشيات
ولا ما نروح على مؤسسات؟ لا بدنا نروح على مؤسسات. انا خليني اقول لك شو بدنا نروح. واحد يا خيي في نحط عليه صليب وهلال، خلينا نحط عليه صليب وهلال ونعطيه جيش لبناني مع ارجله. خليني اجل هذا النقاش، بدي لحظه فيني اجل النقاش لانه في معي الاستاذ الدكتور سعيد شواردي الباحث السياسي الايراني مباشره من طهران، فبدي اخده هلا لانه هو مرتبط بغير مواعيد ايضا. دكتور سعيد شواردي مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور، تحية طيبة لك دكتور جورج ولضيوفك ولجميع المشاهدين. يا هلا فيك دكتور شواردي. بدي ناقش معك موضوع الرد الإسرائيلي على إيران، ومن ناحية أخرى أيضا الموقف الإيراني مما يجري في لبنان. بداية، الرد الإسرائيلي على إيران أو الضربة الإسرائيلية على إيران جاءت وفق توصيف الكثيرين أنها كانت ضمن قواعد اشتباك لعبة الأمم، وهي أغلقت هذا الملف وذلك بجهود أمريكية. شو تعليقك على هذا التوصيف؟ الدكتور جورج، يعني أعتقد هو العداء معروف بين إيران وبين إسرائيل، يعني قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران وقبل الهجوم الذي نفذته إيران في أبريل أو في أكتوبر، يعني هو صراع وعداء يستمر منذ 1979 حتى اليوم، عمره 45 عاما. فنحن عندما ننظر لهذه القضية أعتقد علينا أن ننظر لكل هذا التاريخ الطويل. حقيقة يعني هو عداء حقيقي، دعنا عن الذين يقولون في يوم من الأيام أن إيران وإسرائيل أصدقاء، أن إيران وإسرائيل يعني يخدمون مصالح البعض ومثل هذا الكلام، هذا كلام حقيقة يعني بعيد عن الحقيقة. وكل من إسرائيل تسعى إلى تدمير إيران والإطاحة بنظام الحكم في إيران، وإيران أيضا تسعى لذلك. طيب عال بس دكتور، يعني دكتور شواردي، أنا عم بحكي عن الضربة بالأمس، يعني عدم استهداف المنشآت النفطية، عدم استهداف المنشآت النووية، ضربة سارت وفق قواعد الاشتباك، كان في تنسيق بين واشنطن وتل أبيب وأيضا طهران حول طبيعة هذا الرد، وواشنطن قالت ما حدث يجب أن يكون نهاية المواجهة. هذا كله ألا يدفعنا للسؤال، طهران وأمريكا، هل طهران بانتظار الانتخابات الأمريكية لتبني على الشيء مقتضاه ولمتابعة حواره مع الطرف الأمريكي ولإبرام تسوية أو صفقة أو اتفاق أو اللي بدك إيه؟ لا، هو نسمع مثل هذا الكلام اللي أنت تفضلت به، ولكن هذا الكلام أيضا هو كلام حقيقة بعيد إلى حد ما عن الحقائق والوقائع. يعني المفاوضات أنا أعتقد يعني حقيقة هي لا أحد يبني عليها آمال كبيرة فيما يخص المفاوضات النووية، لأن هذه المفاوضات جرت في عام 2015 وفشلت في عام 2018 عندما مزق ترامب الاتفاق النووي وانسحب من الاتفاق. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم جرت مفاوضات أخرى وأيضا فشلت، يعني في حكومة السيد إبراهيم رئيسي رأينا هذه المفاوضات استمرت لحوالي 3 أعوام ولم تحقق شيئا، وهذا طبعا بسبب المماطلة الأمريكية. يعني من يقول أن بس إيران دكتور تريد مما بس دكتور يدور في المنطقة؟ بس اسمح لي لك شيء، يعني لما البيت الأبيض بيعلن امبارح أنه الرد الإسرائيلي كان متناسبا مع طلبات الإدارة الأمريكية، يعني معناها أنه الإدارة الأمريكية تراعي إيران وتراعي طهران وطلبت من إسرائيل ضبط الرد ضمن قواعد معينة. هذه المراعاة تحديدا أليست عبارة عن اتفاق أمريكي إيراني قد يبصر النور قريبا بعد الانتخابات الأمريكية؟ لا والله، حقيقة دكتور جورج أنا استبعد أي اتفاق جديد، ما بعرف قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات. يعني الخلافات هي عميقة جدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة لا توجد ثقة بين الطرفين. يعني الولايات المتحدة تريد إخداع يعني إيران وإعطاء مجرد وعود وليس عمل على أرض الواقع، فلذلك إيران لا تصدق كلام الأمريكيين. إيران تتفاوض معهم
ولكن دون أن توجد هناك ثقة، إيران تريد رفع العقوبات، تريد أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق الحالي أو أي اتفاق جديد. فيما يخص عندما تقول يعني الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل أن لا يكون الرد قويا أو كبيرا، هذا طبعا يعود للأمريكيين ليس لإيران. الولايات المتحدة هي أيضا تخشى من أن تتورط في حرب مع إيران وحلفاء إيران في المنطقة وتتضرر مصالحها بشكل كبير، وهذا لا يخدم مصالحها. يعني اليوم بس اليوم بيقول يريد حربا كبيرة في دكتور، بس اليوم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إيران لا تسعى إلى الحرب. طبعا لا تسعى للحرب، يعني وأنا أيضا أقول هذا أنها لا تريد حرب، ولكن أنا قلت يعني إسرائيل هي من تريد الحرب. حتى الولايات المتحدة لا تريد حربا الآن، لأن هي كما قلت لا تخدم مصالحها. يعني الأمريكيين لا يعرفون أنه إذا ما دخلوا في حرب كبيرة مع إيران، إيران أيضا سترد وتتضرر مصالحهم هنا في المنطقة في الوقت الراهن. الوحيد هو نتنياهو الذي يريد هذه الحرب. من يقول أن إيران ما بعرف تتفاوض حول ملفات إقليمية، حول ما بعرف ما يدور حاليا في المنطقة من أجل مصالحها، حقيقة هذا يعني يجافي الحقيقة بشكل كبير. يعني إيران مع حزب الله ومع حماس منذ فترة طويلة، وهي لا زالت مستمرة بدعمها يعني بالسلاح وبالمال وبكل شيء لهذه الأطراف، ولا أعتقد أنها ستتوقف. فلذلك لو أن إيران أرادت فقط، لو تسمح أكمل هذه النقطة، أن تبيع ما بعرف هذا الطرف أو ذلك، لفعلت هذا يعني قبل الآن وليس الآن. يعني كلنا رأينا ماذا قال السيد حسن نصر الله عندما إسرائيل أرادت أن يبتعد عن غزة، فقال كلام واضح وصريح أنه سيبقى مع غزة، سيقاتل إلى جنب غزة مهما حصل، وهو مستمر بالقتال يعني قبل عندما كان للشهيد السيد حسن نصر الله وبعده. فلذلك هذه السياسة الإيرانية هي في المنطقة عمرها كما قلت 45 عاما وليست وليدة اليوم. دكتور شواردي، هناك جو يلوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على لبنان، يعني هناك علامات استفهام إنه أين إيران، أين طهران في التصدي أكثر وفي المواجهة، يعني ماذا تريدون أكثر من اغتيال السيد حسن نصر الله في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ماذا تريدون أكثر من هذه الضربات الإسرائيلية الكبيرة وهذا العدوان الواسع على لبنان وعلى حزب الله وعلى الجنوب والضاحية؟ بالمقابل رد الفعل الإيراني أقل من المستوى المتوقع أو المطلوب. هناك رأي هكذا يقول دكتور جورج. طبعا هذا الذين يقولون هذا الكلام، معنى هذا الكلام إيش؟ يعني أن تأتي إيران مثلا بجيشها وبدباباتها وبطائراتها مثلا إلى لبنان، ومن هناك يعني تطلق عملية عسكرية ضد إسرائيل، أم أنهم يريدون يعني دعم من قبل إيران لحزب الله والفصائل التي تقاوم إسرائيل؟ حاليا هذا الدعم هو موجود وهو مستمر ولم يتوقف يعني في يوم من الأيام. يعني كلنا نتذكر ماذا قال الشهيد السنوار يعني عن الدعم الإيراني، قال كل ما لدينا من قوة عسكرية أو من تكنولوجيا توصلنا إليها هو دعم مباشر من قبل إيران. فلذلك إيران ليست بعيدة عن المحور الذي يقاتل إسرائيل، سواء حزب الله أو حماس أو جهات أخرى. فلذلك الآن المرحلة لا تتطلب أن تأتي إيران مثلا بجيش أو قوات عسكرية وتدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة أيضا الآن هي داعمة لإسرائيل، ولكن يعني ليس داعمة بجيشها. نعم. يعني لم تأتي بقوات مثلا يعني هناك بمعنى آخر هناك تفاوض بالنار على الساحة اللبنانية بين إيران وواشنطن. هو ما بعرف ماذا تقصد من التفاوض. هو لا يوجد يعني إيران تتفاوض عندما تتفاوض مع الأمريكيين حول البرنامج النووي أو ملفات أخرى،
هي تتفاوض فقط حول هذه القضايا، لا تزج بأي شيء آخر في مفاوضاتها، والقضايا التي تخصها لا تريد أن تزج بلبنان أو سوريا أو فلسطين أو أي طرف آخر. لا ينظر وكأنه لبنان ورقة وكأنه ورقة من أوراق التفاوض الإيرانية، يعني هناك رأي يعتبر ذلك. لا يعني ورقة نحن مثلا نفرط بمصالح لبنان من أجل مصالح إيران، هذا غير دقيق الكلام اللي بيقول هذا الكلام. يعني نحن ندعم لبنان لأن هو لديه أراضي محتلة من قبل إسرائيل، عندما تدعم إيران فلسطين لأنها تعتقد أن فلسطين والأراضي الفلسطينية هي للشعب الفلسطيني وليست لإسرائيل، وإسرائيل تحتل هذه الأراضي. عندما دعمت اليمن أيضا، اليمن تعرض طبعا لحرب يعني من قبل تحالف، وإيران كانت تحتج على ذلك، تقول أنه لا. ينبغي عليكم إذا كانت لديكم خلافات مع اليمن أن تحلوها عبر الحوار وليس عبر السلاح وبالصواريخ. فلذلك وحتى اليوم يعني فقط أكمل هذه الجملة، حتى اليوم يعني هذا الكلام نسمعه أستاذ جورج من فترة طويلة، لو أن حقيقة كانت هناك مفاوضات بين إيران والأمريكيين والورقة هي لبنان أو فلسطين أو اليمن أو سوريا لتوصلت إيران والأمريكيين إلى حل نهائي. لماذا لم يتصل يعني، وأنت تعرف أن الخلافات لا زالت مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يا دكتور في اتفاق يعني نووي، في اتفاق نووي في اتفاق نووي، ولكن هذا الاتفاق النووي هو بدأت المفاوضات حوله يعني في ليس من 1979، هو العداء بين إيران وإسرائيل من 1979، يعني قبل المفاوضات النووية حوالي بثلاثين عاما، قبل أن يكون هناك اتفاق نووي وقبل أن تكون هناك قضية أصلا اسمها نووي بين إيران والغرب. يعني كان الصراع بين إيران وإسرائيل. فأعتقد يعني الملف النووي جاء بعد ذلك، كل نعرف هذا. فلذلك أعتقد يعني من الصحيح أن نزج بهذا الملف في الصراع والعداء المستمر منذ ذلك التاريخ حتى اليوم بين إيران وإسرائيل. دكتور سعيد شواردي الباحث السياسي مباشرة من طهران، شكرا لك على هذه المداخلة وأهلا وسهلا فيك. قبل أن أعود إلى ضيوفي الأستاذ مارك ضو والأستاذ محمد علوش، جاسانت عنتر جاهزة معنا من محيط الزهراني. جاسانت مساء الخير، تفضلي أعطينا فكرة ماذا عن الأجواء الميدانية عندك جنوبا. مساء الخير جورج لك ولجميع المشاهدين. بداية في هذه الأثناء نستطيع أن نسمع بشكل واضح تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء صيدا الزهراني. إضافة إلى ذلك فإن حصيلة الشهداء جراء الاستهداف لحارة صيدا وتحديدا الشقة السكنية ارتفع وأصبح 9 جرحى، إضافة إلى 9 شهداء و 28 جريح بحسب طبعا وزارة الصحة العامة. وهذا الاستهداف جاء ليخرق كل الهدوء الذي كان يخيم على هذه المنطقة، لا سيما حارة صيدا، ولكن الواضح أنه كان استهداف موجه وتحديدا أصاب شقة سكنية بأحدى المباني. إضافة إلى ذلك جورج، اليوم كان فعلا عنيف جدا من ناحية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف الأقضية في جنوب لبنان، ولا سيما سأبقى بقضاء صيدا حيث استهدف العدو الإسرائيلي منذ بعض الوقت تحديدا منطقة البابلية، هذه المنطقة التي يستهدفها مرارا وتكرارا العدو الإسرائيلي، ولكن وقع الاستهداف على تحديدا مكان خال من السكان وليس هناك أي إصابات. إلا أنه وطيلة فترة بعد الظهر كان هناك غارات عنيفة جدا استهدفت قضاء صور بالتحديد. هذا القضاء أيضا يتعرض يوميا لغارات إسرائيلية، وحتى وصلت الغارات في الأيام الماضية إلى مدينة صور بالتحديد، ولكن الغارات الأخيرة على قضاء صور كانت
عنيفة جدا، لا سيما تلك التي استهدفت بلدة عين بعال، هذه البلدة التي لا زالت تؤوي أعداد من المواطنين واستهدفت تحديدا عدد كبير من المواطنين، ولا تزال فرق الإنقاذ لغاية يعني منذ وقت تقوم بانتشال الجرحى، إضافة إلى انتشال الشهداء، وصل عدد الشهداء إلى 7 شهداء إضافة إلى أكثر من 24 شهيد، وذلك بحسب بيانات الصحة العامة. من بين هؤلاء 7 شهداء هم هناك 3 هم من فرق شفة الرسالة الذين كانوا طبعا يقومون بعملهم ويساعدون المواطنين خصوصا في تلك الأيام الماضية على نقلهم إلى المستشفيات القريبة أو حتى إلى أماكن أخرى، وبهذا الاستهداف أصبح عدد الشهداء من فرق الإسعاف والمنقذين 167 طبعا بحسب الصحة العامة وبحسب بيانات وزارة الصحة. إضافة إلى ذلك جورج، كان هناك منذ بعض الوقت أيضا غارة على البيزورية تحديدا قضاء صور، إضافة إلى غارة جديدة على الحوش بعد الغارة التي استهدف العدو الإسرائيلي فيها بعد ظهر 5 أشخاص واستشهدوا. هي فعلا كانت غارة عنيفة على الحوش ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص إضافة إلى عدد من الجرحى. عاد وأغار أيضا مجددا على منطقة الحوش منذ قرابة 1:30. إضافة إلى ذلك كان هناك غارة على البرغلية أيضا، هي تلك البلدة على مدخل صور، وغارة على البيتولية. قضاء النبطي، هذا القضاء أيضا كان يشهد غارات عنيفة في الأيام الماضية، ولا سيما مدينة النبطية التي بحسب شهود عيان تغيرت حتى معالمها جراء الغارات العنيفة التي تطالها يوميا. منذ بعض الوقت كان هناك غارة على مدينة النبطية وبالتحديد استهدف بالقرب من حي الصالحية، بعدما كان أيضا هناك غارة مسائية أو حتى ببعض الظهر، وتحديدا هذه الغارة السابقة استهدفت حي المسلخ. إذن نحن أمام غارتين اليوم على مدينة النبطية. إضافة إلى ذلك جورج، كان هناك غارات على بلدات عدة من قضاء النبطية، لا سيما برعشيت، حروف، وأيضا قعقعية الجسر. وفي قعقعية الجسر سقط 2 جراء هذه الغارة التي استهدفت قعقعية الجسر. إضافة إلى ذلك قضاء جزين نال حصته من الغارات. منذ بعض الوقت كان هناك غارة على القطراني. إضافة إلى ذلك كان هناك غارة اليوم على الجرماء. وقضاء مرجعيون استهدف من قبل العدو أيضا اليوم، وتحديدا عريض دبين. وأيضا جورج، كان هناك غارات على قضاء حصبية. منذ بعض الوقت استهدف العدو الإسرائيلي كفر حمام، إضافة إلى أنه استهدف لخيام مغارة، إضافة إلى القصف المدفعي على بلدة لخيام، ولا سيما هذه البلدة هي قريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة. فضلا عن كل ذلك كان هناك عدة عمليات للمقاومة الإسلامية طيلة هذا النهار، لا سيما من إسقاط مسيرات وصولا إلى حتى إسقاط طائرات حربية، وأيضا استهداف لجنود العدو على مختلف أطراف البلدات الجنوبية التي تحاول من خلالها الجيوش الإسرائيلية التقدم من وقت إلى آخر نحو الأراضي اللبنانية، ولكن المقاومة تتصدى لهذه التقدمات من وقت إلى آخر في هذه الاشتباكات. بشكل عام هذه الأجواء، سنبقى معكم جورج بأي جديد فور وروده. شكرا لك جسانت عنتر، مباشرة كنت معنا من الزهراني. بالعودة إلى استوديو هلأ، شو يعني سمعنا استاذ مارك، كان في فكرة بك تكفيها استاذ علوش؟ لكن بدي أحكي بس عن موضوع الميدان. اليوم اللي بيغير الوقائع السياسية هو الميدان فقط، لا قرار دولة لبنانية، لأنه الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة القوة. بنيامين نتنياهو ماضي بحربه، ماضي بأهدافه داخل لبنان، ظن أن الضربات اللي وجهها ببداية هذه الحرب واغتيال السيد حسن نصر الله هي الضربات الكفيلة بوصوله إلى خط الأولة والقضاء على هذه المقاومة. اليوم يكتشف، وإعلام العدو يقول أن المقاومة ربما نكون قد بالغنا في تقدير حجم الضربات اللي تلقتها. اليوم المقاومة بالوقائع عم بتأكد أنه عادت إلى سكة العمل الميداني اللي كانت عم تتمرن عليه وتتدرب عليه كل السنوات الماضية. اليوم في يوميا في قتلى بالعشرات، 10 و20 و30 قتيل إسرائيلي وجرحى أكثر من هيك بكثير. في عمليات نوعية، حتى كان في بعض المشاكل التقنية بإرسال الفيديوهات المصورة للعمليات تم تذليلها، وعم نبلش نشوف عمليات شبه يومية بشكل مصور.
وهذا الموضوع رح يزيد بالأيام المقبلة. نعم. الأمر الوحيد اللي بيغير وقائع سياسي مع إسرائيل هو الميدان. طيب. والميدان فقط. بس بدي أشير لشغلة أنه ما في غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، إنما خلل تقني أصاب موقع قناة الجديد الإلكتروني وتجري معالجته، وعلى هالأساس صار في عواجل أو يعني عاجل يقول أنه في غارات بهذه الأثناء على الضاحية. إذن أعود وأكرر، لا غارات حتى الساعة الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت، إنما هناك خلل تقني أصاب موقع قناة الجديد، وعلى أساس هذا الخلل بعت العاجل أنه في غارات حاليا وتجري معالجة هذا الخلل التقني. أستاذ مارك بالعودة لإلك. أول شيء ما بتصور يعني نص الشعب اللبناني صار بينطر أفخاي أدرعي هلأ. نعم. يشوف الضربات و للأسف. وشو عم بيصير يعني، لا كارثة. بس بالنقطة اللي كان عم بيذكرها الأستاذ علوش، أول شيء أنا برأيي كمعركة كتوازن قوة انحسمت. اليوم في استمرار لصراع تكتيكي، منطلع مسيرة هون، نضرب صاروخ هون، بيهجموا علينا بيطيروا بناية، بيقعد بيصير بقلنا حد البناية بكعبة، حد هونيك في 500 مليون دولار وهونيك كان قاعد فلان وعلتان. أنا برأيي كل شيء رح يصير هلأ صار تكتيكي، ما بقى في ضربة قاضية بالعمل العسكري بالمعركة يلي اليوم بين لبنان وإسرائيل، ما بقى في. بس ما حدا شغلي. عنده إمكانية للضرب القاضي. لا إسرائيل عندها، لا إسرائيل عندها ولا حزب الله عنده. بس يؤخذ فاليوم عليك. إنهاء الحرب بأسرع وقت هو أفضل شيء لمصلحة الجبل من خلال تحصين القرار الوطني اللبناني. بس كيف بدك تحصن القرار الوطني؟ بنتخب رئيس. كيف بدك تجبر نتنياهو يقبل بوقف إطلاق النار؟ شو بدنا نتنياهو؟ بدنا لبنان. أنا بهمني بلدي. إذا رفض يرفض بس نحن متضامنين ونحن موجودين مع بعض. طيب بس ونحن ساعتها عم ناخد القرارات مع بعض وما في يكون في عذر. إذا ما عم نسمح للإيراني يخبرنا شو بدنا نعمل. هول كلهم نحن بنتضامن مع بعض. أعلن معنا تضامنك مع هول الشباب اللبنانيين على الحدود. قصدي اعلن مش انت كشخص، عم بحكي كفريق سياسي يعلن تضامنه مع هالمقاومه. ليش شو الفريق السياسي يعني يدعمها؟ يتمنى تربح على الاقل، يتمنى تأمنية. انا ما بقول لا يدعمها ربحيا ولا يدعمها سياسيا. هن خسروا، هن خسروا. لا لا بكير بالحياة. بكير بكير للخساره والربح. بكير الناس ماتت. بكير للخساره والربح. السيد حسن مات. عبره بالخواتيم. السيد حسن من لما بلش بهالطريق كان يتمنى الشهاده. يا خيي رح يفوتوا على الجليل، ما خسر سؤال، رح يفوتوا على الجليل، رح يردوا اللي ماتوا. استاذ مارك الحرب بخواتيم او بنتائجها. اسمحوا لي شغله. حرب 2006 بعدنا لليوم نتصارع اذا ربحنا ولا خسرنا. لحظه استاذ مارك، بس خليني اسمح لي اسالك سؤال. يؤخذ عليك استاذ مارك، يعني انطلاقا من اللي عم بتقوله، يؤخذ عليك انه بهالمرحله وكانك عم تدعي الحزب والمقاومه للاستسلام، لا عم بقول لهم او للاعتراف بالهزيمه او للاعتراف انه خلص. ما عم بدعيهم للاستسلام لنختصر، يعني خلينا ما عم بدعي حزب الله للاستسلام، ما عم بقول له سلم امرك للدوله اللبنانيه الغير موجوده. لا موجوده. ما انت هلا قلت، ما انت هلا قلت نبيه بري ونجيب مئات بمسؤوليه الدوله عملت موقف. شو بدك بعد اكثر من هذا الموقف اللي صدر؟ اللي قال لك بدي يسلم القرار للدوله. اليوم القرار بيد الدوله. بعيد 10 مرات. اليوم القرار بيد الدوله. لا منه القرار بيد الدوله. المفاوض حكى مع الدوله، ما حكى مع الحزب. اذا اليوم نجيب مئاتي بيقول، اذا اليوم نجيب مئاتي بيقول وقفوا المسيرات والصواريخ لنفاوض، بيوقفوا؟ يا عمي برجع بقول لك، عم بسألك هول اللبنانيه بيردوا على دولتهم ولا لا؟ هو امر مستحيل، هو استسلام. ما عم بقول لك الجبهه تحت الصواريخ والمسيرات، اذا بيطلب منه نجيب مئات اليوم ونبيه بري وقفوا، بيوقفوا بيردوا على دولتهم يعني ولا يعني لا؟ انت برايك الحرب مفصوله بين جبهه عسكريه على الارض وبين صاروخ ومسيره؟ يا خيي بالقرار اذا بده واحد يحكي، واحد بده يعمل تكتيك عسكري. هذا انا بدي اعمل هلا اجى بكره تيجي تحكيني بافتراض بكره يا خيي، مش بلا منطق كثير. بكره جاي قاموس دوله مثل ما عمل اليوم رح يقعد مع نبيه بري، بقول له نبيه بري انا حزب الله اعطاني وكاله ولبرهن لك هذا الموضوع، نحن من جانبنا يومين ما في مسيرات وصواريخ لتشوف انه الامر لي. ساعتها قاموس بيتغير هو مع مين عم يتفاوض.
بيعرف انه القرار بلبنان عم ياخذوا نبيه بري يا خيي، بياخذوا رئيس جمهوريه، بس عم تاخذوا حكومه. مش بيجي قاموس بيحكي معه بيقول له حكيت مع حزب الله، بيقول له لا ما حكيت مع حزب الله، بيقول له عظيم رح تلفن للايرانيه. حزب الله ما حزب الله بيقول حاله بيروح بتلفن للايرانيه. عاطي تفويض كامل للرئيس بري. مين اللي نقل هذا الكلام؟ معاطي تفويض للرئيس بري الحزب. تفويض كامل انا شفته للرئيس بري وحكيت انا وياه. كلياتنا وضح، كلياتنا بنعرف وبشكل كثير واضح انه الميدان بيديروا الايرانيه، هن اللي بيبعتوا الضباط وهن اللي انصابوا بالبيجرات، وما في قياده من حزب الله مات الا ما في ضابط ايراني قاعد معه. ما حدا بقى يقول لي نحن قاعدين عم نقاتل بقياده عسكريه طارت كلها، بعثوا لنا ضباط من ايران حطوهم بالنص وعم بيعملوا المعركه كرمال ايران. هذا التحليل حلو، بنقراه على الواتسابات اخبار كثير ضباط ايرانيه، بس في حدا عنده دليل؟ اكيد لا، كلهم ماتوا معهم مع السيد حسن مات واحد، ومع فؤاد شكر مات واحد. هذه المقاومة ولا يوم ولا يوم ادعت ان لا تنسق مع ايران وان لا تتسلح من ايران وانها لا تدعم من ايران. نحن ما اكتشفنا البارود اليوم. مزبوط. هذه المقاومة عندها قياداتها وعندها شباب اللبنانيين. صح. يلي عم بيقدموا دمهم بجنوب. مزبوط. لا الايراني عم بيقاتل ولا غير الايراني عم بيقاتل. هذا هذا ما بيقاتل الايراني، بيقاتل فينا. مزبوط. وما بيقاتل هذا اللبناني استاذ جورج من ال 74 عم بيقاتل لما قال موسى الصدر. هلا اليوم لا 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 هذا كثير مهم. اليوم في ناس على الجبهه عم تقدم دم، في شباب وكبار وصغار وزوج جديد ووالد جديد ودكاتره جامعات، في هول الشباب عم بيقدموا دم مش كرمال عيون الايراني ولا كرمال الايراني يفاوض على النووي، هول عم بيقدموا دم لانه مقتنعين وعلمتهم التجارب والتاريخ انه هذه الدوله اللي تسمى اسرائيل ما بتفهم إلا بلغة القوة، وإذا ما كنا نحن قوايا معه لن يبقى جنوب ولن يبقى جنوبيين ولن يبقى لبنان بالشكل اللي نحن بنعرفه. فينا نحكي شعارات وبناء دولة من هون لبكرة. طيب. وإن كانت بناء الدولة بالتسعين لما استلمت سوريا والسعودية البلد، أستاذ ليش محمد. ما بنوا دولة؟ ما كان في حزب الله بيقوله حرب أهلية. استاذ محمد، اجى السوري دعسها للبلد، اجى السوري والسعودي والأمريكاني كان في حزب الله دولية وانقلب عليهم. هذا السؤال الأساسي، ليش ما بنت الدولة؟ لأنه يمنع على لبنان نظام عنده دولة يعني قوية. لا أبدا، النظام السوري قاتل حاله ليبني الدولة. بال 2007 فاتوا بالحرب بمخيم البارد، نهر البارد. الجيش اللبناني صار بده أزايف، هيدا الجيش السوري اللي عمله بلبنان. الجيش السوري اللي شكرا سوريا وبدنا ندعمها وبدنا نعمل ألف مبروك. طيب بس اليوم المظلة الإيرانية، يعني لما بيطلع وزير الخارجية الإيراني، لما بيطلع رئيس مجلس الشورى الإيراني بيقول إنه ركيزتكم هي المرشد الأعلى، بيقول لللبنانيين، لدرجة إنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال يا ريت إيران بتخفف عواطفها تجاهنا. طيب هيدا شو بيعني؟ عطفا على اللي قال لك يا الاستاذ مارك من شوي. انا بالنسبه لي ولاني ابن جنوب وانا من الناس اللي عانوا بال93 وبال96 وبال2006 واليوم بقول لك لا انا ولا اهلي ولا حدا من اللي حوالي كان بيوم من الايام عم بفكر يقدم هالمعاناه كرمال عيون ايران. هذه المعاناه للبنان، لارضنا، لدمنا، لكل شيء يتعلق بحريتنا. انا عم بنقول لك شو الايراني عم بيقول. انا ممكن اتهاون. شو صار بال93؟ بال93 بقول لك شو صار بالحرب. ما لي ب 93 كان بس بشكل سريع انا بدي نطر علي منصور كثير على لا. ب 93 كان حافظ الاسد عم بيفاوض على الجولان بده يعمل ضغط ولقت الجبهه بلبنان. بال 96 نفس الخبريه على ايامها، كنا دائما نحن صندوق بريد، اهل جنوب يدفعوا لما حافظ الاسد بده يفاوض. نعم. هيدا اللي كانوا عم يعملوه. هذا الكلام اللي اليوم في فريق من اللبنانيين واسع عم بيحاول يروجوا انه نحن اسرائيل لا تريد من لبنان شيئا، اسرائيل لا مطامع لها في لبنان، اسرائيل لا مشروع لها في لبنان، واسرائيل الكبرى كذبه. هذا الفريق بالتحديد يتذكر انه بهاي الفتره اللي كنت عم تحكي فيها ب 93 و 96 نحن كنا محتلين بجنوب. طب ليك ما كانت اسرائيل ب 78 لل 2000 22 سنه كم مستعمره عمرت اسرائيل بالجنوب؟ ما قدرت تعمر بجنوب. لا كم مستعمره عمرت؟ هلا بده يعمره بغزه خيي. لانه اذا قدر يعمر بعمر، وبلبنان لو قدر يعمر بعمر. طب عظيم. بفكر انه عمر بجنوب كرمال هو ما عنده مشروع بجنوب. ايه. هو فات لعنا لانه عنده مطامع. 78 ل 82 اليوم نتنياهو بيحمل ورقه اسرائيل الكبرى. 82 ل 84 لبنان من ضمنها يعني. ايه. انا وياك. طيب. خليني انتقل الى ديترويت اسرائيل الولايات المتحده، الى ديترويت مع الصحافي علي منصور. استاذ علي منصور مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير إلى ضيوفك استاذ علي.
بإطلالتك الليلة بدي أحكي عن شقين. الشق الأول ما له علاقة بالانتخابات الأمريكية وموقف الجالية اللبنانية والعربية، الشق الثاني ما له علاقة بالجهود الدبلوماسية الأمريكية تجاه لبنان والمنطقة. بداية خليني أبدأ بالموقف من الانتخابات الأمريكية. هناك فيديو رح منشوفه نحن وياك وبدي تعليقك عنه، وهذا الفيديو هو عن أنه المرشح دونالد ترامب ينجح في تأييد أحد الزعماء المحليين للجالية الإسلامية في ميشيغان، وهو الإمام بلال الزهري الذي أعلن دعمه لترامب من على المنصة في التجمع الانتخابي، وقال أنه ترامب وعده بالسلام في الشرق الأوسط. خليني شوف هالفيديو واسمع تعليقك عليه. Afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. إذن أستاذ علي بالعودة لإلك، شفنا هالمقطع الفيديو، ويقول دونالد ترامب بالأمس أنه نحظى بدعم كبير من المسلمين والعرب الأمريكيين في ميشيغان وهم يريدون السلام في الشرق الأوسط. شو تعليقك؟ ماذا عن هذا الموقف؟ ما هي فعلا وجهة نظر العرب الأمريكيين في ميشيغان؟ أولا يعني هل يصدق عاقل بأن دونالد ترامب سيوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى لبنان؟ دعنا لا نتحدث بموضوع أوكرانيا، ما يعنينا الآن الحرب على غزة وعلى لبنان. هل هناك عاقل يصدق بأن الرئيس ترامب يعني هذا الإنسان العنصري المتهور الذي يعطي نتنياهو شكا على بياض من أجل أن يقوم بالمهمة ويقول له عجل وأفعل ما يبدو لك وإنهي do the job، إنهي المهمة في غزة وفي لبنان؟ هل يعتقد احد بان دونالد ترامب جدي في هذه في هذا الطرح؟ دونالد ترامب قام باستقدام بعض السلفيين الاصوليين المتشددين الذين يكونون حقدا دفينا على كل يعني حقدا دفينا، لا اريد ان اتحدث بلغه مذهبيه وطائفيه. هم يعتقدون بأن دونالد ترامب سيسمح لنتنياهو بضرب إيران، هذا هو المشروع الأساسي عند هؤلاء. هؤلاء البعض لا يمثلون وجهة النظر اللبنانية والعربية والإسلامية بشكل عام. هو المتحدث كان يقول بأنه يمثل المسلمين، هو لا يمثل المسلمين، هو يمثل نفسه وبعض الأشخاص، وهذا التصفيق الذي كنا نسمعه هو للجمهور الحاضر، الجمهور الأمريكي الغير مسلم بطبيعة الحال. فهذا نوع من الهراء السياسي، نوع من الاستغلال السياسي لدونالد ترامب، يقوم باستغلال الصورة ليقول بأني المدعوم من قبل المسلمين بشكل كبير. طبعا هذا سيؤثر في الانتخابات، لا أقول بأنه سيؤثر في الانتخابات لأن التقارب كبير جدا بين المرشحين الديمقراطي بين المرشح الديمقراطية والمرشح الجمهوري، بس ولكنه لا يعكس طبيعة التوجه العربي والإسلامي في ميشيغان، ولو أن هناك بعض الشواذ في هذا الموضوع. هذا الفيديو هو جزء من هذا من هذا الشواذ. هو يغري دونالد ترامب، يغري البعض بالتقاط بعض الصور. هو قام بالذهاب إلى إحدى المدن ذات الأغلبية العربية في هامتراميك، وقام باتخاذ بعض باخذ بعض الصور مع رئيس البلديه ومع اعضاء البلديه وبعض الناس المنطقون بعنايه، لان الحرس الشخصي للرئيس ترامب كان اكثر من الحدود، يعني حتى هو لا يامن ان يجتمع مع هؤلاء الاشخاص في مكان واحد. نعم. هو يريد
أنا بدي أعرف منك أستاذ علي، بدي أعرف شو الموقف الحقيقي للجالية العربية بميشيغان، لمين رح يصوتوا؟ يعني رح تصوتوا لكامالا هاريس؟ يعني طالما هيدا الشيء اللي شفناه لا يعبر حقيقة عن موقف الجالية العربية والإسلامية. اللجنة العربية الأمريكية للعمل السياسي أيباك قامت باتخاذ إجراءات، يعني قامت بتقديم اللوائح، هي من تدعم من المرشحين بشكل أساسي، هي لا تدعم أحدا من المرشحين، لا كمالا هاريس ولا دونالد ترامب، لأن الاختيار بينهما كأننا نختار بين نتنياهو وبين غالنت. نتنياهو يمثل الرئيس ترامب وغالنت يمثل إدارة الرئيس بايدن، وبالتالي كمالا هاريس إذا فازت في الانتخابات، وبالتالي نحن نختار بين مجرمين، يعني نختار بين اثنين يدعمان الإجرام، بين غالنت وبين نتنياهو. هذه هي المقاربة، والرهان على أحد المرشحين كأننا نراهن في البورصة، لا نعلم من سيفوز ولا نعلم الأخطار الآتية من كل منهما. فلذلك تم اتخاذ القرار العربي الصحيح بالمقاطعة والتصويت، طبعا المشاركة في الانتخابات والتصويت في الانتخابات، ولكن حجب الصوت العربي عن كمالا هاريس وعن دونالد ترامب. يعني لمين رح تصوتوا؟ سنصوت هناك عدة انتخابات، ليس فقط الانتخابات الرئاسية، على مستوى الرئاسة هناك توجه لإعطاء عند البعض ليس الكل، هناك توجه لإعطاء مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، هي لن تفوز بطبيعة الحال، ولكنها تشكل صندوقة اعتراض على عمل الإدارة الديمقراطية وعمل كمالا هاريس بشكل أساسي. وطبيعة الحال يعني مجنون من يصوت للرئيس السابق ترامب، مجنون، لأنه يعدنا بكل ما أوتي من عنصرية، يعدنا بالهمجية، يعدنا بدعم طيب إسرائيل. طالما هيك هو يقول طب ممكن صوتكم أنه يرجح الفوز؟ يعني إذا عندك حدا تقول عنه أنه يعني عم تقول مجنون يلي بيصوت لترامب لأنه عنصرية وسيقودنا إلى كذا وكذا وكذا، طيب إذا رجحتوا كفة كمالا هاريس مش لمصلحتكم أنه يكون هذا الأمر؟ يعني بدل ما يروح صوتكم ضيعان، طب رجحوا كفة كمالا هاريس يلي هي أرحم حال يعني من دونالد ترامب حسب ما عم يعني تعمل. أقل شرا، هذه المقارنة، أنت إذا خيرت بين مجرمين ماذا تفعل؟ نحن مخيرين بين غالنت وبين نتنياهو، هذه هي المشكلة، يعني هذه معضلة كبيرة. نحن أنهكنا في العمل السياسي منذ سنة، منذ بدء الحرب على غزة، ونحن نقوم بالعمل السياسي والضغط على إدارة الرئيس بايدن عندما كان مرشحا، وأمس هوكستين أتى إلى ديربون واجتمع برئيس تحرير صحيفة صدى الوطن أسامة السبلاني، واجتمع بعمدة مدينة ديربون، واجتمع بعدة فعاليات، وأنا حضرت له إحدى الفعاليات. كان يقوم بعملية خداع كبيرة من أجل الحصول على الصوت العربي، قام بمناورة كبيرة وأخذ ورد واتصالات، وبالنهاية عندما تم تنحية بايدن بضغط من الحزب الديمقراطي وبضغط منا نحن العرب الذين ساهمنا في إطصائه عن الرئاسة بحملة غير ملتزم، وكأنه يريد الانتقام، وكأن بايدن بدلا أن ينتقم من نتنياهو يريد الانتقام ممن أخرجوه من السباق الانتخابي. فلم نرى عبر تاريخ الولايات المتحدة لم يدعم أحد إسرائيل كما دعمها الرئيس بايدن. فنحن لا نستطيع أن نخسر مبادئنا وأخلاقنا ونخسر وجودنا ونذهب باتجاه تصويت لكمالا هاريس التي لم تتخذ أي موقف حتى الآن باتجاه وقف الحرب على غزة. هي لا تأتي على ذكر لبنان أصلا، لا تأتي على ذكر لبنان وكأنه غير موجود، فقط تتحدث بشكل عام عن وقف العنف، وتتمسك بحق دفاع إسرائيل عن نفسها، وتتعهد بحمايتها وبتصدير السلاح لها. فنحن أمام يعني خيارين لا يمكن لنا الاختيار طيب بينهما. استاذ علي، شر مطلق وشر مطلق. بس بالنهاية بخمسة تشرين الثاني يا بدها تفوز كمالا هاريس أو بده يفوز دونالد ترامب، والكل ينتظر الانتخابات الأمريكية. وبعد هذه الانتخابات حسب ما ترجح المعطيات
سيبدأ العمل على حل دبلوماسي بالنسبة إلى لبنان وإلى غزة. طيب بالنسبة لهذه الجهود الأمريكية وبالنسبة للمرحلة المقبلة بعد 5 تشرين، إذا إجا ترامب أو إذا إجت هاريس، كيف رح بتكون مسار الأمور؟ ماذا عن السيناريوهين إذا بدنا نقول؟ يعني السيناريوهين هما سيناريو واحد، لأن ترامب لن يستلم الرئاسة إذا فاز بالانتخابات حتى شهر كانون الثاني، وبالتالي هناك فترة تقريبا أكثر من شهرين يعني ستبقى الإدارة كما هي، وستبقى الإدارة على حالتها. إذا ما تكلمنا بحدود هذين الشهرين، فنحن أمام استمرار لهذه الحرب، تكريس وقائع على الأرض، لأن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية ببنيتها الأساسية بغض النظر عن ديمقراطي أو جمهوري هي مستفيدة بكل ما يحصل على في لبنان، من بداية باغتيال السيد حسن نصر الله وإضعاف نفوذ حزب الله، وهي طبعا ستسعد إذا ما تم القضاء على حزب الله لأنه يشكل عقبة سياسية في الداخل اللبناني. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة لا تتخلى عن لبنان كمنطقة نفوذ استراتيجي، والدليل هو وجود أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط باستثناء العراق موجودة في لبنان، فهي لن تتخلى عن النفوذ في لبنان. وبالتالي الخياران أنا برأيي إذا فاز ترامب أو فازت كمالا هاريس بنهاية المطاف سيكونان في نفس الاتجاه، استمرار لهذه الحرب واستمرار لهذه المعركة حتى تتبلور أسس ميدانية معينة يتم التفاوض من بعدها. إسرائيل غير ناضجة حتى الآن، يعني إسرائيل تعتبر نفسها لم تنجز المهمة حتى تبدأ بالتفاوض، وكذلك يعني حزب الله المعروض عليه هو استسلام فقط ولا غير، ليس هناك أي مجال عند الإسرائيلي أو حتى عند الأمريكي، ليس هناك مجال للنقاش في موضوع وقف إطلاق النار. يعني من يطالب وقف إطلاق النار من السادة اللبنانيين، من السياسيين اللبنانيين كنواب أو وزراء أو غيره، هم يطالبون بوقف إطلاق النار على أي أساس؟ لبنان يعني وقف إطلاق نار، إسرائيل غير قابلة بأي وقف لإطلاق النار، هي تريد نزع سلاح حزب الله وإتلاف سلاح حزب الله. هنا أستاذ جورج، فقط أريد أن أشارك فيما كان ضيفاك يقولونه عن موضوع تطبيق 1701 وسلاح المقاومة. نعم. أنا سأسلم جدلا، وهذا سؤال موجه إلى كل النواب وإلى حضرة النائب مارك ضو. عم بيسمعك. حزب الله أعلن اليوم، إذا حزب الله أعلن اليوم، وأنا مع 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 سيادة الدولة ومع تمتع الدولة بكامل يعني قوتها وقرار السلم والحرب، يعني فقط حتى لا أفهم غلط، إذا قرر حزب الله أن يسلم سلاحه إلى الجيش اللبناني بما يحويه من صواريخ باليستية ومن طائرات مسيرة ومن تكنولوجيا، هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يحصل الجيش اللبناني على سلاح حزب الله؟ أم يريدون فقط إتلاف سلاح حزب الله، تدمير سلاح حزب الله؟ إذا كان يسمح للمقاومة بأن تسلم سلاحها للجيش اللبناني، هذا نقاش فليطرحوه. طيب خلينا نسمع وجهة نظر الأستاذ مارك. تفضل أستاذ مارك. أول شيء القرار يعود للدولة اللبنانية، حزب الله اللبنانيين سلاحهم على أراضي لبنانية، اتفاق الطائف بيقول كل الميليشيات ضمن الدولة، 1559 كل السلاح ضمن الدولة، فأكيد بده ننفذ نحن ضمن الشرعية الدولية. فما بعرف شو السؤال، لأنه الجواب كتير واضح، إلا إذا بأمريكا بتكون النظرة مختلفة. يعني بأمريكا ما في ميليشيات، بأمريكا ما في ميليشيات، يمكن بس هي نظرية الميليشيات ما بتزبط بأمريكا، بتزبط بلبنان. هلا كمان التسمية، لحظة خليني بس اسمع الأستاذ علي. إيه شو قلت لي؟ أنا سألت سؤال وكيف اعتبره مش واضح أستاذ مارك، قلت هل يستطيع الجيش أن يأخذ سلاح المقاومة؟ هل تقبل الولايات المتحدة بأخذ سلاح المقاومة؟
ما بعرف شو اخذوا على الميليشيات. هي اخذوا كل سلاح الميليشيات بعد الحرب الاهليه يا خي يا حبيبي. لا 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 بال 1990 اخذوا كل سلاح الميليشيات فوتوهم على الجيش. عم بيقول عم بيقول هل بتقبل الولايات المتحده شو بدي انا بدي قرار سيادي لبناني شو بدي بالولايات شو بدي بالولايات المتحده؟ الولايات المتحده عم تبعت سلاح لاسرائيل بدها تقول لي من وين بتجيب سلاح؟ انا بجيب سلاح من عندي بس ما بترك سلاح برات الدوله. ما برجع بقول لك منه سؤال يعني هو منه سؤال عم بيقول لي نية أمريكا هي ضد هيك ما تروح ضد أمريكا لا خي رح روح مع بلدي هلا هلا ما بعرف إذا عم يدافع عن المصالح الأمريكية. لا لا عم بيقول لك لا هو سؤاله أنه هل تسمح أمريكا هي لا 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 أنا مش عم دافع عن مصالح حدا بس في سؤال جدا واضح يهمك من الأمريكان هل أنت تقبل أستاذ مارك بأنه سلاح المقاومة يأخذه الجيش اللبناني ويتسلح به بما فيه من مسيرات ومن نعم نعم ما تكمل السؤال نعم ايه وبدي اشتري زياده منهم وبدي احصن الجيش اللبناني وبدي الجيش اللبناني يقدر يعمل مهمته بس برجع بقول لك ما عم تسالني سؤال انت انت ما عم تسال سؤال طيب. عم بسالك سؤال مبلغ ايه. فينا نشرح وجهه تفضل تفضل تابع استاذ لا لا. علي تابع انا عم بسال فاذا فلتكن الحمله استاذ جورج فلتكن الحمله بالتوازي يعني على وقف اطلاق النار وعلى السماح للجيش اللبناني بان يتسلح السماح للجيش اللبناني مسموح مسموح للجيش اللبناني بلا ما نروج هالكذبة مسموح للجيش اللبناني وهي كذبة كبيرة مسموح غير مسموح 3 مليار دولار من الفرنسويين والسعوديين هول كل يوم بيوصلوا على اسرائيل 3 مليار ما بنضحك على بس هول شو بيعملوا هول شو بيعملوا بيجيبوا فيهم رينجرات وهمبيات بس هون اشارة اجينا سلاح لحظة هون اجينا كونترا بالاتفاق طلب لبناني لفرنسوية 3 مليار وقالوا السعودية بيدفعوا وبلش التسليم عم نحكي صواريخ مضادة للدروع مضادة للطائرات وسفن وهليكوبترات طب ما هول كلياتهم وثائق تاريخية هيدا سلاح موجود كل عمرنا بنقدر نشتري سلاح يا خي كوريا الشمالية بتبيعنا طيب سلاح بس هون لحظة شو بس معلومة روسية عرضت علينا طيارات لأنه عنا نحن جزء بلبنان بدير دينتو للأمريكان خليني خليني في قرار وطني خليني ارجع تابع خليني تابع مع الاستاذ علي خليني تابع مع الاستاذ علي في ناس عطي دينتها للأمريكان ما بتجيب سلاح يا عمي لحظة أنا بدي السلاح الدقيق السلاح الدقيق بتقبل أمريكا أنه الجيش اللبناني يتزود فيه ما هيدا السؤال كمان اساسي عم برجع اقول لك اذا في قرار لبناني داخلي بده يجيب هيدا السلاح بيجيبه بيشتريه بس كل في الدول العالم بتبيع سلاح لحظة ما في حدا ما بيبيع سلاح بس بس اذا كان تركيا بتبيع درونز وايران بتبيع صواريخ وكوريا بتبيع صواريخ وروسيا بتبيع في اتفاقات بين الدول في اتفاقات بين الدول يعني اذا كانت امريكا منعه على الجيش اللبناني التسليح ما رح تسمح لدول غربيه بتزويد لبنان بهذا السلاح امريكا اللي منعت السعوديه تعمل اتفاقات استراتيجيه مع الصين عملتها وسلمت منعتها تعمل اتفاقات استراتيجيه مع الصين ومنعت اسرائيل كمان تروح باتفاقات بعيده واستراتيجيه مع الصين بدها تسمح للاستاذ علي تسلح. خليني ارجع للاستاذ علي منصور بدي اختم معك هذه المداخله استاذ علي لكن بالخلاصه خلينا نقول انه بانتظار نتائج الانتخابات الامريكيه هناك انتظار لامكانيه حصول تسويه بالمنطقه برايك هل بعد الانتخابات وبعد استلام اداره جديده هل ستبدا المفاوضات ويبدا مسار التسويه بالمنطقه استبعد هذا الموضوع يعني ان تبدا مرحله جديده بعد الانتخابات الامريكيه لان في عندنا مساله مهمه جدا يعني اذا ما فاز ترامب في هذه الانتخابات هنا اذا خسر ترامب هذه الانتخابات نحن قادمون على توتر داخلي امريكي قوي جدا وربما انشغال امريكي داخلي في ترتيب الاوضاع الداخليه طبعا انا لا اقول بان حرب أهلية ولكن شاهدنا جزء من هذه من ما حصل في الانتخابات السابقة هناك يعني مرحلة لا استقرار في الولايات المتحدة بعد هذه الانتخابات كما يعلم الجميع المرحلة طويلة ليس هناك أي بوادر لأن ليس هناك أي وعود حتى من دونالد ترامب أو من كامالا هاريس بوقف الحرب في موضوع لبنان ربما تقف الحرب في غزة ويتوصلون إلى صيغة معينة ولكنها لن تقف على الجبهة اللبنانية يعني هذا ما هو واضح من كل المسار السياسي للإدارة الأمريكية وأكبر دليل هو يعني هوكستين وكأن مهمته ستنتهي
وهو يعني على شفير التقاعد او ربما اصبح في في في, في مرحله يعني الاستقاله من هذه الاداره، الا اذا فازت كمالا هاريس واعطته منصب جديد ومن ثم يضخ بعض الدماء في يعني لانه يعرف الملف، يعني بدلا من ان يحط يعني يجيبوا حدا جديد على هذا الملف فممكن. بس ولكن بوادر حلول او تسويه سياسيه كبرى بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه يعني هي بعد غير ناضجه حتى الان، فقط للاشاره هنا بموضوع ضربه ايران الضربه التي تلقتها موجعه جدا، هي ضربة غير منسقة، هي منسقة بين أمريكا وإسرائيل طبعا بس ولكنها غير منسقة مع إيران، ولو أن إيران علمت من الاستخبارات الروسية ومن البعض عن موعد هذه الضربة، ولكن هذا لا يغير شيئا لأن الإسرائيلي يعلم بأن إسرائيل بأن إيران حتى لو علمت موعد الضربة فهي لن تستطيع أن تمنع هذه الضربة أو أن تأخذ احتياطاتها لأنها استخدمت مراكز مثبتة تتعلق بصناعة الصواريخ الباليستية وتتعلق بالدفاع الجوي، فهي ضربة موجعة جدا ستتبين أثارها لاحقا، تتبين أثار هذه الضربة، وهذا أكبر دليل أنه ليس هناك تسوية بين الإدارة الأمريكية وبين إيران. شكرا لك أستاذ علي منصور الصحافي المقيم في ديترويت في ولاية ميشيغان في ديترويت، شكرا لك على هذه الإطلالة الليلة. بالعودة إلى ضيوف الأستاذ مارك أو ضول الأستاذ محمد علوش، أستاذ مارك بدي أرجع مع شغل لي بالي بلكي صار حرب أهلية بأمريكا، شو بده يعمل؟ إذا بده يصوت لجيل ستاين يعني. لا بس بالتفاصيل أو ببعض الوقائع إنه إذا خسر ترامب يعني يتحدث الكثيرون عن إمكانية حدوث اضطرابات في بعض الولايات الأمريكية. هلا اضطرابات بيتظاهروا طيب اوكي عملوا 6 جانوري بالزمانات 6 كانون ثاني يعني انه ماشي بس انه حرب اهليه لا اذا بده يعمل لا مش قصه حرب اهليه بس يعني. كمان يعني بالمقابل في كثير انتشار للسلاح الفردي بامريكا كل عمره هيدي ظاهره كل عمره موجوده وممكن تورط يعني باحداث كل عمره والاداره الامريكانيه والنظام الامريكاني قوي جدا وفي عندك غير الجيش الفيدرالي عندك الحرس الوطني وعندك يعني هيدي انتخابات بدولة ديمقراطية بتشتغل فيهم يناقشوا بالسياسات بس أنا برأيي هن بمكان تاني يعني اليوم رح ينتخبوا رح يغلصوا. الدولة الأمريكية الراعية لكل جرائم الإسرائيلي اليوم بالمنطقة هي الدولة الديمقراطية اللي عم نتغنى فيها على الهواء صح مع الأسف صحيح بالديمقراطية أنا بتأسف استاذ بالديمقراطية هن بالديمقراطية الداخلية هن ممتازين لا داخلية ولا خارجية بالسياسة الخارجية عندك مشكل معهم بس بالديمقراطية ممتازين حتى بالديمقراطية الداخلية إذا بتسمع هن المرشحين شو عم يحكوا اليوم تفهم هن كيف بيديروا انتخابات ومين بيدير انتخابات بقول لك هلا إن شاء الله ما تخلص الانتخابات يقول لك في تزوير الأستاذ علي منصور عم بيقول إنه ما قال إنه في حرب أهلية يعني هون خلينا نرجع مظبوط في مخاطر واضطرابات بس ما سمى موضوع حرب أهلية بس تنكون دقيقين يعني فمشان هيك أنا قلت لك إنه اضطرابات مش حرب أهلية. طيب خليني أرجع لموضوع لقائكم مع الرئيس بري نعم. يعني بحصيلة هذا اللقاء لما زرتوا أنت وزميلك بكتلة تحالف التغيير يعني حكيتوا عن عدة نقاط من بين موضوع الحرب من بين موضوع رئاسة الجمهورية من بين موضوع حماية المؤسسات بالبلد. طيب خلاصة هذا اللقاء شو أجواء الرئيس بري تحديدا؟ نحن كنا رح أقول لك وجهة نظرنا نحن كنا عم نقول له رئيس الجمهورية بوحد اللبنانيين يحيي المؤسسات يسمح للبنان بفعالية التعاطي للوصول لوقف إطلاق نار هو بيقلنا وقف إطلاق نار رئيس جمهورية إلى آخره ما وصلنا لمحل ثانيا قلنا له 1700 لحاله من دون ما نتابع بكل التفاصيل يعني نرسم الخط الأزرق ونبعث الجيش اللبناني ونوصل لنستكمل بال 1559 وغيره ليصير في عنا دولة كاملة الصلاحيات الجيش هو الوحيد اللي بيحمل السلاح ومننفذ مسألة ضبط الحدود بيننا وبين سوريا ونضمن هذا الملف عبر تطبيق هيدي والعودة إلى اتفاق الهدنة بال 49 هو الأساس هو بقلنا 1701 منطبقه مثل ما هو وبعدين منشوفه 1559 كان معمول للسوريين مش للبنانيين فهاي وجهة النظر تانيا جينا عم نقول له انت معك وكالة من حزب الله رح تاخد قرار وتمشي فيها لهي الوكالة رح تتصرف فيها ولا بس عم تفاوض فيها بانتظار يرجع حزب الله يصير في عنده قرار سياسي لتقدر تتعامل معه شو قال بهيدا المسار هو قال انا معي وكالة هو قال انا معي وكالة ما في تواصل دائم معي بس انا معي وكالة قلنا له عظيم بهالوكالة شو بدك تعمل
في اليوم بلد عم يتدمر كل يوم. بدك تستعمل هاي الوكالة لنحصن هيدا البلد، ولا بدك تستعمل هيدي الوكالة بس عندما تيجي التسوية الإقليمية لتستعملها وتقول نحن شاركنا بعملية التسوية الإقليمية؟ لأنه اليوم فعليا انتخاب الرئيس مش على شخصه، انتخاب الرئيس هو. أما في عنا قرار وطني جامع، يعني في سنة وشيعة ودروز وإلى أخوة مسيحية وكلهم مع بعض، أو نحن ناطرين تسوية إقليمية، واللعيبة بلبنان كل واحد بياخد حصة وبيعمل اصطفافه وبيرجعوا بيكملوا. شو كان رأيه؟ شو قالكم؟ هو برأيه أنه العملية قيد التفاوض، ومسألة رئيس الجمهورية مش بعيدة. أستاذ مارك، مين مرشحكم لرئاسة الجمهورية؟ أنا مرشحي شخصياً لهيدي اللحظة هو جهاد أزعور، وبرأيي هو عنده إجماع مسيحي وجاد عدد أصوات، ويلي بده يعمل انتخاب هلأ لا يعمل رئيس جهاد أسعور، جاب الأصوات وبيقدر يطلع رئيس بكرة. بس يا أستاذ مارك، اللي دعموه سحبوا الدعم. لا، كلياتهم أكد التيار والقوات، كلياتهم بيصرحوا جبران بسير عم بيروح عند الرئيس بري معه ليستة أسماء ما فيها جهاد أسعور. جهاد أسعور عفى الله عما مضى، خلص الموضوع. جبران بسيل راح عند رئيس بري، شو عرض عليه أنا ما بعرف. عرض عليه أسماء ما فيهم جهاد أسعور. قعدنا نحن والتيار الوطني الحر وحكينا بعدد من الأسماء، وواحد منهم كان جهاد أزعور. أنا بقول لك جهاد أزعور مش من الليستة اللي نزلت على عين التين. طيب عال مين الليستة؟ والقوات اللبنانية لا تطرح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. الليستة اللي نزلت على عين التين من قبل جبران باسيل مين فيها؟ أستاذ جورج، أنا ما رح فوت بلعبة الأسماء لأن الملف عند الرئيس بري عم بديره. طيب بس أنت صحافي وعندك معطياتك. أكيد أكيد يعني في معطيات. يعني إذا فتت بلعبة الأسماء. أنا ما رح فوت بلعبة الأسماء منك اليوم. منك أنت عم تحكي باسم طرف سياسي، أنت صحافي عندك معطياتك، فيك تقول لي في من ضمن الأسماء ناس قريبين من التيار بجبل بالجبل بيعرفهم منيح أستاذ مار؟ فريد البستاني يعني في أسماء من الجبل. هو ابن المنطقة، انتبه بيقفرها دغري. طبعا في وفي أسماء وطنية، إنما هم جبران باسيل هو انتخاب اليوم رئيس جمهورية للتخلص من اسمين أساسيين الكل العالم صارت تعرفهم، اللي هن إسلامي فرنجي وجوزيف عون. القوات اللبنانية هدفها الأساسي عدم انتخاب رئيس جمهورية اليوم للتعويل على نتائج الحرب المقبلة والحرب اللي عم نعيشها، وهناك طموح كبير جدا لرئيس القوات لأن يترشح بنفسه، وبالتالي صارت اليوم النواب القوات عم تقول أنه نحن مش مرشحنا جوزيف عون، ولم نطرح بأي يوم جوزيف عون لأنه عم بيعاولوا على مرحلة يكون فيها الدكتور جعجع مرشح بالواجب. لا، قال دكتور جعجع أنه جوزيف عون مرشح جدي، ولكن منحب نعرف برنامج السياسي. هذا اللي قاله الدكتور جعجع امبارح في أحد نواب القوات، عم بيقول نحن ولا يوم طرحنا جوزيف عون للرئاسة. الفريق انطلاقا من انه منه مرشحهم، يعني منه ايه اكيد منه اكيد مرشح القوات، بس ايه هو كان بس بفتره معينه لورا لا كان مرشح وكان جدي وكان يلقى دعم القوات اللبنانيه. يعني انت هلا بتعتبر انه الهدف عند سمير جعجع انه يترشح هو؟ صح. بيقطع يا استاذ مارك الدكتور جعجع اذا بده يترشح؟ يعني خلينا نكون منطقيين وواعيين. ما عم بسمع، يعني نحن على تواصل من وراء المعارضه، ما عم بسمع الطرح هيك. انتبه، ما عم بسمع عكسه حقه يترشح. بس انا ما عم بسمع هذا الطرح بتاتا من القوات اللبنانيه. شو طرح القوات اللبنانيه اليوم بالرئاسه؟ نحن بالمعارضه عم نحكي بشغله، كل ما نطرح اسم رح يعمل رده فعل لدى الفريق الاخر بانه هيدا جاي من هنيك ما بدنا اياه. فنحن كنا بميشيل معوض، نقلنا على جهاد أزعور. هلا ما رح نطرح بقى ولا اي اسم بهيدي العمليه الا اذا في جلسه. نهار اللي بيقرر الرئيس بري يفتح المجلس ويعمل الجلسة لننزل ننتخب، أو بقرر النواب يحضروا 86 لنعمل جلسة ونحيي المؤسسات، ساعتها نحن بنطرح 20 اسم موجودين لنوصل لنتيجة. بحال تم التوافق بين الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي وجبران باسيل على التوجه إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس، أنا بحضر أي جلسة تحضر وبتشارك؟ أنا بحضر أي جلسة، ما بقاطع ولا جلسة. إنما هذا الأمر اللي يزال الرئيس بري بيرفضه اليوم بسبب سعيه للوصول الى مرشح يكون في عنده اكثر توافق ممكن. هذه الكلمه اللي استعملها كل الوقت، هذه الكلمه اللي استعملها لانه هذا اللي ممكن ينقذ لبنان. استاذ علوش، بس وين المشكله؟ هي بالتوافق، وهيدي بتمرق دائما. نحن قادرين نوصل لرئيس توافقي بثواني، بس نحن عملنا 12 جلسه كان مصر حركه امل وحزب الله على سليمان فرنجيه اللي منه توافقي، بعدين علقنا بخبريه الحوار، بعدين اليوم لتعمل رئيس توافقي مع حزب الله وحركة أمل عندهم الثلث.
يعني ما في توافق اذا هن ما بيعملوا. قلنا له اطرح اسامي، قال انا ما بقدر اطرح اسامي. بيجوا بيقولوا الشيعي عم يطرح اسامي على المسيحيه. قلنا له طيب عظيم يا خي، اتفق مع حدا على مجموعه سله اسامي لا تنطرح. طب هيك عم بيعمل جبران بسيل، ما بينزلوا معه سله اسامي يا خي، والبطرك وكلياتهم جاهزين لهيدا العمليه. انا برايي مش مزبوط. رجعنا هلا كل ما نحس حالنا انزركنا بالرئاسه بنقول وقف اطلاق النار اولا ثم الرئاسه، بننسى في دوله لبنانيه من دعوس عليها يوم الخماسيه بنزتها بالزباله، لانه نحن بالاول حمونا وحمولنا السلاح وحمولنا المشروع لتضل في نفوذ ايراني بالبلد، بعدين بنعطيكم رئيس على اللي بدكم. عم بيحكي عن يعني انا مطلوب مني اليوم قول لايران ما تساعد لبنان، ما تساعد المقاومة في لبنان، تساعد لبنان بس مش ما تساعد المقاومة في لبنان، ما تساعد المقاومة في لبنان. بالمقابل أنا بتفرج على السفيرة الأمريكية عم بتصول وتجول، تساعد الجيش يا خي السفيرة الأمريكية، ساعدوا الجيش. بشو عم تساعد الجيش؟ بدل ما يبعت 500 مليون يساعد الجيش. احترمنا شوي خي، دفعوا معاشات 70 مليون دولار للجيش اللبناني. إيران قد بعتت هذه المساعدات هي لمساعدة وبناء جيش قوي ولا الاستمرار الجيش بأدائه اللي موجود فيه اليوم على الحدود مع الفلسطيني المحتل؟ لحظة عم بيعمل واجبه، صار عم بيعمل شو واجبه لأنه الإيراني طالب منه؟ أبدا، لأنه عفوا الأمريكان طالب واجبه منه؟ لا بس عم تتهم الجيش اللبناني بتنفيذ أوامر أجنبية. انتبه، أنا عم بتهم الأمريكان بمنع تسليح الجيش اللبناني سوى بهذا العتاد البسيط والمعاشات ال 100 دولار. طيب الدولة اللي سرقت يا خي، الدولة اللي سرقت ال 100 مليار تبع المودعين، لو عم تعمل فائض بتروح تشتري فيهم سلاح، ساعتها روح حاسب الحرامي يلي سرق كل الناس والدولة وفرطها وهلكها وقال لي ليش. هيدي واجباتك مع اللي مشيت معهم انت يعني، وعم تسمع معهم وتتفق معهم على رئاسة الجمهورية، هي واجباتك. ايه؟ انت تم انتخابك بناء على هذه الواجبات وان شاء الله تقدر تنجح فيها. انا ماني نائب، انا عم بعملها. لحظة بموضوع شراء سلاح، يعني عم نرجع منكرر هيدا الامر، بس ما المشكلة يعني في بشهادة وزراء دفاع سابقين؟ يعني سمعنا عدة مرات الوزير السابق إلياس المر، الوزير السابق يعقوب الصراف عم بيحكوا عن معاناة بأنه شراء سلاح، لأنه في قرار دولة وغربي وأمريكي بعدم تزويد الجيش بسلاح فعال. لحظة، إلياس المر هو اللي جاب 10 طيارات ميك 29 من روسيا. طيب ايه؟ كيف في مشكلة؟ ايه؟ لبنان اللي رفض. ايه؟ ليه؟ ايه؟ لانه السوريين ما بدهم. يعني نحن بدنا جيش قوي يواجه اسرائيل، مش يعني جيش قوي يطلع على المخيم بنهر البارد. هذا سلحوه نهر البارد، ما في مشكله. مين سلحه بنهر البارد؟ ما في مشكله، ما في مشكله بتسليحه ضد المخيمات، وما في مشكله بتسليحه كمان مثل ما كان في مشروع ب 2008 باصطدامه مع اللبنانيين. لا المشكله بالسلاح اسرائيل، يستطيع مواجهه اسرائيل. انا بدي جيش يحميني من اسرائيل. خليني ارجع لموضوع الرئاسه. هذا سلاح اللي ممنوع، والوزراء الدفاع مش خبرك انه ممنوع. الحكي كثير سهل، التجارب اثبتت انه هذا الموضوع. خلينا نرجع لموضوع الرئاسه، خلينا نرجع لموضوع الرئاسه. طيب هذا الموضوع اذا بدنا نسلم جدلا انه مؤجل الى بعد الحرب، الى بعد الحرب. طيب لا لا، ماذا ما رح نسلم؟ ما رح نسلم شو؟ لا نعلق الدوله لتخلص الحرب. لحظه، ماذا لو طالت الحرب شو فيكم تعملوا يا خي؟ رح تطول الحرب، ما مبين هلا لا يجي مين ما يجي لسنه الجايه في 4 اشهر. طبعا بتقول من النواب يا خي، انا نايب استاذ مارك، بس انا نايب، شو المبرر؟ سلمت بفراغ. سؤالي لك، اذا رئيس مجلس النواب ما دعا لدوره لجلسه انتخابيه شو بدك تعمل؟ هو المسؤول. شو بتعمل يا خي؟ انا عم بقول لك عم حمله مسؤولية. الفراغ الرئاسي مسؤولية الرئيس بري، وعدم عقد جلسة مسؤولية الرئيس بري. الفراغ الرئاسي مسؤولية القوى السياسية اللي كل وحدة بدها رئيس على حساسها. الرئيس بري يعمل واجبه يدعي لجلسة. الفراغ الرئاسي مسؤولية الدول باللجنة الخماسية اللي كانت عم تتدخل بتفاصيل وعم بتقول ما في انتخابات رئاسية في لبنان. ايه، الخماسية ما كانت عم بتساعد، وانت بتعرف هذا الشيء كثير منيح. الخماسية ما كان، ما في الا السعد الخماسية عم بتساعد يا استاذ جورج. خماسية وانت ادرى الناس، كان في كان في اتفاق واحد بين دول خمس. كان في اتفاق؟ ابدا ما في. طلعوا 3-4 بيانات قدموا. شو هي البيانات؟ بيانات انا بقدر اطلعها. بدك يجوا ينتخبوا عنا يعني؟ لا ما بدي ينتخبوا. طيب عم نقول له بدنا نفتح في نوايا صادقه، وهن بيعرفوا انه ما كان في. هلا صرنا عم نحكي عن نوايا. الفرنسيين يحكوا على القليل، كانوا عم يعملوا مجهود على القليل، كانوا عم يعملوا مجهود بين هاللبنانيين. ايه، وكمان اللبنانيين حاولوا يعملوا مجهود، وفي فريق بده حوار، فريق بده تشاور. هلا هي نكته السنه كانت انه نحن بنرفض الحوار، بنرضى بالتشاور. ليك قديش والله طلع معنا قديش سخيفة هذه القوى السياسية، وقديش عم تستخف بالشعب اللبناني. ما بدها حوار، بدها تشاور. ما بدها حوار بيرأسه شخص بس بيقعدوا على طاولة مستديرة. شوف لوين الاستخفاف بهذا الشعب
هذا دليل انه الخارج ما بده رئيس والداخل من صف ما له علاقه بالخارج. طيب اذا الخارج لا 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 من بري اذا الخارج ما بده رئيس خلينا هون. خلينا نحن نبرهن للخارج قادرين ننتخب صح رئيس صح ونفتح المجلس يقعدوا مع بعض. لا شو بدنا نقعد بنقعد مع بعض بجلسه وبننتخب مثل كل دول العالم يا زلمه. اي دول العالم ضروري نعمل ديوانيه ونقعد نرجل سوا. يعني انت عندك نظام مثل كل دول العالم؟ ابني نظام دوله وغير نظام الدوله بالممارسه الطائفيه السياسيه ساعتها بقول لك طيب. حقك انت الطالب استاذ علوش شو رايحين الدوله بالممارسه لرجال دوله مش ميليشيات. شو رايحين اللي عامل ميليشيا بسكر المجلس ما بيخليك تنتخب. شو رايحين تعملوا بمجلس النواب بكره او الثلاثه جلسه؟ شو بكره عاملين جلسه لنحكي عن مساله النازحين بلبنان اوكي وعن ضروره التضامن الوطني. بس اشرح لي وبس لو سمحت اشرح لي هي جلسه شو بالقاعه؟ نقاش 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 مش بالقاعه نقاش. اوكي يعني عم نعمل نقاش. مين اللي داع يعني مين اللي داع كم كتله انه لازم نطلع موقف؟ عم بتزيد المشاكل كلياتها بكل مناطقنا بكل هالقصص على قصة بيع أراضي وبيع عقارات ومشاكل بقلب المدارس وانتشار السلاح والناس خايفانين كل ما يطلع جيب مفيم بفوت على مدرسة بينرعبوا كل الناس بالضيعة. هلا هيك بدكم تلتقوا بكرة؟ ايه والله العالم فكرة بدهم يلتقوا كرمال يساعدوا النازحين قبل موسم الشتاء ويقدموا لهم المساعدات. مش نحن الحكومة بتشتغل بالمساعدات. طلعوا في عالم اللي عم تستثمر بموضوع النازحين لخلق نزاع طائفي بالبلد وبتطلع بتقول إسرائيل ضربت بهذه المنطقة بسبب وجود مسلح وبتبرر المجازر. طلع بكره كمان مين يكفوا ببيانات تدعو النازحين لعدم كل الكتل رح تكون حاضره وعدم تخويف اللبنانيين. لا الكرمال ما يكون حاضر فرضيه الكتل كل الكتل رح تكون حاضره والنقاش هو على موقف وطني جامع. اليوم الموقف الوطني الجامع فيما يتعلق باحتضان النازحين ووقوف الشعب اللبناني مع بعضه انا طلبت من الرئيس بري يكون بالقاعه العامه لانه من ساعتها بنعمل جلسه عامه نتناقش فيها وبيكون فيها نصاب وبهيدي الجلسه العامه اللي فيها نصاب منروح مننتخب رئيس. هي كل الفكره انه نحن ماشي الحال نقعد نشرب فنجان قهوه وبنحكي وبنطلع بيان مشترك بس نروح نعمل مسؤولياتنا وننتخب بالمجلس النيابي ما بده. طيب هونك عم بتقول انه لتفادي الحساسيات يعني بالمناطق والى اخره. طيب عم بتزيد الحساسيات أوكي. كل رح يكون في عم بتزيد الخوف رح يكون في اذا حضور من كل الكتل النيابيه صح. بكره بتمنى ما بعرف اذا رح يحضروا كلهم بس بتمنى مش انا عم بعمل الدعوه لحالي يعني ايه بس يعني ما تواصلتوا مع الكتل حتى تعرفوا اذا رح يكونوا بلا بلا رح يكون في مشاركه من المعارضه رح يكون الاشتراكي رح يكون وعمل جهد كبير الاعتدال الباقيين حركه امل بتصور الكل رح يكون موجود يعني حتى حزب الله ما هيدا اللي بتقوله رح يكون في من كتله حزب الله بتصور الكل رح يكون في من كتله الرئيس بري ايه اكيد اوكي أكيد. طيب رح يطلع بيان يعني انه ايه وفي نص البيان وعم نحكي فيه قبل ومتفقين عليه قبل ما نروح على الاجتماع. هيدا على صعيد الجلسة بكرة أو اللقاء على صعيد كان عم يحكي الأستاذ علوش موضوع دعم المراكز الإيواء والنازحين هذه مسؤولية الحكومة عم تقول صح بس كمان بمسألة مثل هاي لازم الرئيس بري يفتح يعني؟ المجلس لنعمل جلسة عامة لنرفع توصيات شو لازم تكون سياسة الحكومة خلال هيدا. ومش بس هيك لازم الحكومة اليوم بعد ما راحت وجابت هالمصاري تعهدات ب 800 مليون تبعت تقرير للنواب كلياتهم بالمجلس على هيدا الموضوع. هيك بتشتغل المؤسسات. بس نحن بدولة مزرعة في عندك مجموعة ناس بعضهم بيشتغلوا كأنه هن مسؤولين ميليشيا مش مسؤولين دولة وهيدي المشكلة اللي منعاني منها. اليوم بتروح حكومة بتعرض خطة للنازحين ما بتجي بتناقشها بالبرلمان بترجع بتروح بتعمل اللي بدها تعمله ما بتقدم تقرير للبرلمان. طب كيف بحسبها أنا لهي الحكومة؟ إذا الحكومة ما بتخبرنا شيء من اللي عم تعمله بقرأ البيان الصحفي مثل أي حدا تاني. اليوم في إهانة للمجلس النيابي بأن الحكومة بنص الحرب بعدها لهلأ ما طلبت اجتماع من المجلس النيابي لتقول له شو سياستها خلال الحرب. نعم. يا خي كيف بك توصل لاتفاق هدني؟ تعال خبرني شو السياسة اللي بدك تعملها أنت كرمال لنوصل بأسرع طريقة كحكومة؟ شو الجهود الدبلوماسية اللي عم تعملها؟ بشو عم تجرب تضغط؟ شو أوامرك للجيش اللبناني؟ هولي كلياتهم بيقعدوا الناس بيصيروا يتحذروا. ليه؟ لأنه ما عندنا حكومة مسؤولة تجاه ناسها لتقدم سياسة واضحة وما عندنا مجلس نيابي لأنه منحب نعطله دائما ما عندنا مجلس نيابي عم بيعمل عمله الرقابي بشكل صحيح. هيدي المعاناة يلي عنا إياها نحن اليوم كنواب يلي دائما ما نعمل بدنا جلسة لنعمل توصيات حول النزوح وبدنا جلسة لنعمل توصيات حول الحرب وبدنا جلسة لنقدر نناقش انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت. بدنا هول الجلسات. أستاذ علوش أليس منطقيا هذا الكلام إنه إذا بدك تعمل مساعدات في 800 مليون
مساعدات إنسانية، في عندك خطة للنازحين، خطة للإيواء والآخرين، هؤلاء ليش ما بيتناقشوا مجلس النواب؟ بكل تأكيد كل اللي كان عم بيقوله هي إجراءات مطلوبة ومفروض تصير، واليوم الحكومة اللبنانية معنية أن تولي هذا الملف أهمية كتير كبيرة والشفافية المطلوبة، لأنه لليوم بعد للأسف ما في هيدا الشفافية. بعد المساعدات اللي عم توصل على مراكز الإيواء، وأنا متابع بشكل كثيف لهذا الموضوع، بعد مساعدات خجولة جدا، اليوم الطائرات اللي بتوصل للعالم بتقول صار واصل 10 و15 طائرة، بعد إلى اليوم موضوع الغذاء بشكل أساسي واصل 40 أو 50 ألف حصة فقط إلى لبنان، هذا كمان موضوع لازم ننتبه له. توزيعها عم بتتم عبر المحافظات، والمحافظات عم بتوزع عبر الجمعيات، وهون أنا بدي حذر موضوع الجمعيات ما يتكرر اللي صار فينا وقت انفجار المرفأ. اليوم هالجمعيات عم تسلم الحصص، عم بتوزع بناء على داتا هي بتجمعها، يعني هالجمعية بتفوت على مركز تاخد منه داتا، بتحط عندها 1000، يمكن يكون عندها 500، بتروح بتجيب مساعدات ل1000، بتوزع 200 وبتضب 800، وهذا عم تصير. هذا الموضوع بالتحديد مطلوب اليوم الحكومة تكون شفافة فيه للغاية، الهيئة العليا للإغاثة تاخد دورة ومكانها الطبيعي بهذا الموضوع، تتعاون مع كل اللي عاملين على خط النزوح بشكل مباشر وعلى تماس مباشر معهم، وهي بتعرفهم كتير منيح، وتعامل مع النازح بالشكل اللي بيضمن استمراريته بالنزوح بشكل آمن وبشكل على أبواب شتاء. وبالملف السياسي كمان لازم نتعامل مع ملف النزوح بحذر، وعدم استثمار هذا الملف بالمشاكل السياسية الداخلية، عدم التحريض على النازحين اللي أصلا مطلوب منهم اليوم يحترموا كل البيئات اللي متواجدين فيها، يحترموا الناس اللي قاعدين عندهم بالمناطق تبعهم، ويقدر هذا الملف يقطع على خير. لأنه أنا من أول يوم متخوف بسبب اللي عم نشوفه من استثمار سياسي وبعض التصرفات لا مسؤولة، متخوف من خضات إذا هذا الملف طول. هذا الملف إذا طول نحن حيكون في عنا مشاكل على الأرض مفروض ندركها قبل ما تصير مش بعد ما تصير. كيف بدنا ندركها؟ هذه مسؤولية كل القوى السياسية الموجودة بهذه المناطق تتعامل مع الموضوع بمسؤولية، مش مثل ما صار بصغرتها، وأيضا على القوى السياسية اللي هي كمان تحديدا بأي نقطة. بس ليه قوى سياسية مش دولة؟ أستاذ جورج، بس ليه قوى سياسية مش دولة؟ لأنه اللي طلع ليه ما بدك الدولة هي تطبق كل شيء بما فيه من القوى السياسية؟ لما استهدفت آيتو طلع أحد القوى السياسية اللي موجودة فوق، صح، بررت الاستهداف مش الدولة. الدولة واجبها هي تدير هذا الملف بشكل كامل. لحظة بس عم بيقول بس تطلع الدولة، بس لحظة تطلع الدولة لوين؟ مسؤولية السلم الأهلي هي على الدولة يا خي. أنا ما بدي يصير مشكلة تطلع الدولة، أنا بدي العالم تبرد. خلي الدولة تعمل سياسة واضحة مع الكل، ما حدا يحمى ويبلش يفكر باستثمارات للمستقبل، لأنه يمكن ما يكون في مستقبل إذا وقع هذا الخطر الجد اللي موجود بالمناطق. صحيح. أستاذ مارك، بدي أختم بهالنقطة معك، يعني في كتير مخاوف أحيانا بيقولوها البعض، أنه الخوف من فتنة، الخوف من استثمار معين بمجالات معينة لأحداث حساسيات أكتر ممكن تأدي ما بعرف لوين. أنتوا عم تقولوا بكرة بمجلس النواب أنه رح يكون في لقاء تشاوري ويطلع في توصية أو بيان إلى آخره، بس شو اللي بيضمن أكتر أنه ما ننزل لمطارح معينة ممكن تورطنا بمشاكل؟ الضمان شو؟ هل القوى الأمنية قادرة تلحق، قادرة تضبط؟ هل هي مسؤولية الجيش بالدرجة الأولى؟ مسؤولية مين؟ لا لك، اليوم الأزمة كبيرة على الكل، ما في حدا منه معرض لخطر، وبلدنا معرض لخطر كبير، واليوم ما في مين جاي ينقذنا، يعني لا في أرانب ولا في لوحة بيرسمها بابلو بيكاسو، وما في شيء من هول، كله له علاقة بكيف بينقذ هذا البلد. في طريقة واحدة بس، ما في غيرها. الطريقة الوحيدة هي نحن نفعل مؤسسات الدولة اللي بتجمعنا كلياتنا، من جيش ومن درك ومن وزارة الشؤون ومن وزارة التربية، وزارة الأشغال والمجلس النيابي. اليوم إذا نحن موحدين، هيدا أقوى قوة عنا إياها، بقوة السلاح بوجه إسرائيل ما عملنا ردع، وقوة التسويات السياسية لنحمي حالنا بلبنان، بدنا قرار سيد بالدولة اللبنانية بيشاركوا فيه الجميع وبيتشاركوا فيه الجميع، ولنحمي المجتمع من أي انزلاقات كمان بدنا الدولة تلعب دورة كاملا، وأي نايب وأي مسؤول وأي قوة سياسية عندها رأي بدها تقوله بقلب المؤسسات باللجان المختصة. خلينا نريح الناس ونقول لهم قادرين نحكي مع بعضنا، قادرين نفعل المؤسسات، وعندنا آليات واضحة لأخذ القرارات بشكل مشترك. وهون بزيد، اليوم الوزراء اللي بعدهم عم بيقاطعوا جلسات مجلس الوزراء عم بيغلطوا بحق لبنان. كل لازم يقوم بواجبه،
بالمحل يلي هو فيه، ما ممكن وزير دفاع ووزير طاقة ووزير شؤون اجتماعية ما يحضروا اجتماعات ما يحضروا اجتماعات ولا المؤتمر اليوم ما بيصير دفاع خاصة. كرمال هيك أنا اللي عم جرب أقوله، عم برجع عيد، لا مهرب ولا دفاع عن لبنان ولا إنقاذ للبنان إلا بدستور وبدولة وبمجلس فاعل، وبالتالي نروح ننتخب رئيس، نعمل حكومة، نصدر أوامر للجيش، نحط خطة حماية للنازحين، نشتغل بالإشياء اللي نحن عن جد قادرين نشتغل فيها بقوانا الذاتية وبمؤسساتنا، وعلى أساسها منرجع نحن نعمل أي مواجهة مع إسرائيل. أخذ 3 سنين 4 سنين 5 سنين والشباب اللي قاعدين على الجبهة عم بيدافعوا عن لبنان على القليل بيعرفوا في شعب موحد بظهرهم، مش في 1000 مشكلة عم بتصير وما بيعرف إذا عائلته بقيته شو بيصير فيها. أنا بدي أشكرك أستاذ مارك داو، عضو كتلة تحالف التغيير، أهلا وسهلا فيك. شكراً لحضورك معنا. أستاذ محمد علوش، شكراً لك، أهلا وسهلا فيك. شكراً أستاذ جورج. مشاهدينا شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء دائماً عبر الحلقات اليومية اللي عم تنعمل، ومواكبة لكل التطورات. لحظات وننتقل لنشرة الأخبار.